طلاب الصف الثالث الثانوي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم لا سينيورا ليليانا ماجدي، استاذه في اللغه الايطاليه. النهارده بقى هناخد مع بعض الدرس الاخير، مش الدرس الاخير، المراجعه الاخيره، وهنشوف الامتحان بتاعنا هيجي ازاي، وهيكون شكله عامل ازاي، ومتقسم ازاي، والدرجات بتاعتنا متقسمه ازاي. طبعا اللي انا بشرحه لكم ده كله هتلاقوه بي دي اف، ابعتوا لي على الواتساب وانا هبعته لكم بي دي اف، المراجعة النهائية دي كلها، وهحط لكم كمان اللينك. ايه اللي انا عاوزة اقوله لكم؟ التقسيمة، المواصفات بتاعت الورقة الامتحان هيكون شكلها عامل ازاي، وهيكون كم عندنا الاسئلة قد ايه. طيب الاسئلة عندنا 35 سؤال. ال 35 سؤال دولت متقسمين ازاي؟ عندنا قطعتين، كل قطعة ليها 6 اسئلة، وكل سؤال ليه 4 اختيارات، كل واحد بدرجة طبعا. يبقى القطعتين مع بعضهم عاملين 12 درجة. عندنا 6 أسئلة مواقف اختيارية. طبعا عندنا الست مواقف دولت متقسمين ازاي؟ تلات سؤال مواقف بدرجة، وتلاتة تانيين بدرجتين، يبقى الإجمالي كله عندنا 9 درجات. عندنا بقى 11 سؤال عن القواعد اختياري، طبعا بأربع اختيارات بنختار منهم واحدة صح. متقسمين ازاي؟ متقسمين 9 بدرجة، 9 أسئلة جرامر بدرجة، واتنين بدرجتين، يعني الإجمالي 12 درجة، سوري 13 درجة. الإجمالي 13 درجة. بالنسبة بقى لسؤال التعبير، التامة والإيميل 6 درجات، الإيميل بثلاث درجات، والتامة برضو بثلاث درجات. الايميل التامة لازم نشوف، طبعا احنا اخدنا، انا عملت لكم فيديو عن التامة وعن الايميل، هحط لكم اللينك بتاعه تحت، وعملت لكم الفيديو بتاع القطعة ازاي نحل القطعة واهم حاجات ناخد بالنا منها. النهاردة بس هنرجع مع بعض لا جراماتيكا والمواقف. طيب التامة بنكتب من 25 ل30 كلمة، يعني ما تقلش عن 6 جمل، تمام؟ كل لو جمعنا الدرجات دي كلها هنكون عندنا 40 درجة، الامتحان 40 درجة. مش عاوزين نضيع اي حاجة من ايدينا، لان سهل جدا ان احنا نقفل الايطالي لو احنا ذاكرنا من الاول واخدنا بالنا كويس جدا من التركات اللي موجودة في الدروس، يبقى احنا خلاص كده تمام، عرفنا ازاي نقفل الايطالي. طيب نبتدي مع بعض بقى. طبعا بيبقى في حاجات تخص كم سؤال يخصوا المواضيع بتاعت اولى وتانية ثانوي، ففي احنا هنهتم بس بالدروس اللي هتجيلنا في الامتحان، بيجي منهم واحد، بيجي منهم التلاتة، بيجي منهم كلهم. طبعا الامتحان بتاع السنة اللي فاتت مثلا ما كانش فيه صفات الملكية، تمام، بس كان فيه الاتجاهات، فاحنا هناخد بالنا من كل الدروس اللي ممكن تجي لنا في الامتحان. طيب هنبتدي بايه؟ هنبتدي بالحروف الجر. احنا في الحروف الجر عندنا نوعين من حروف الجر. النوع الاولاني اللي هو لا بريبوزيزيوني سيمبليتش، اللي هو الحرف الجر البسيط، وعندنا لا بريبوزيزيوني ارتيكولاتا، اللي هو الحرف الجر المركب. طبعا قبل ما تتفرجوا على الفيديو دوت لازم تكونوا عارفين اداه التعريف ونوع الاسم كويس جدا، تمام، عشان الحاجات دي ما ينفعش نقعد نراجعها في المراجعه النهائيه بتاعه ليله الامتحان، دي حاجات لازم تكونوا عارفينها. طيب لا بريبوزيشن سيمبليش عباره عن حروف الجر البسيط من غير ما يكون لازق في اداه التعريف. الحروف الجر المركبه اللي هي لا بريبوزيشن ارتيكولاتا بيكون لازق في اداه التعريف، وده شكله كده بسيط، وده شكله لما بيكون لازق في اداه التعريف. بص اداه التعريف اهي في الاخر، موجوده في الاخر. طبعا انا عامله لكم لا تابيلا اللي هي حرف الجر البسيط، ولما يكون لازق في أداة التعريف. حرف الجر دي وقع ودع إن سو، دول كلهم ممكن يكونوا مركبين لازق في أداة التعريف، ممكن تكون preposition articulata أو simplice، لكن كون وبير وترا وفرا بيجي وراهم أداة التعريف لكن ما بيكونش لازق فيهم، تمام. طيب تعالوا نشوف بقى كل واحد بنستخدمه في ايه، وامتى بيكون سيمبليتش، امتى بيكون بسيط، وامتى بيكون مركب. هنا حاجة مهمة قوي لازم نكون عارفينها، ان لما الاقي الخمس حاجات دولت بعد النقط اعرف ان انا هستخدم الحرف الجر البسيط، عمري ما هختاره مركب ابدا، حتى لو في الاختيارات لقيت مركب مش هختاره.
ايه هي الخمس حاجات دولت المدن الا القاهره. طبعا احنا عارفين ان كايرو لازم يجي معاها اداه تعريف، ففي الحاله دي هناخد حرف جر مركب. اسماء الاشخاص، ادوات النكره والاشاره، افراد الاسره المفرد، والضمائر. الخمس حاجات دولت لازم يجي معاهم حرف جر بسيط، ما يجيش معاهم ابدا حرف جر مركب. وبعض الاماكن طبعا، الاماكن وطبعا هنشوف امتى بيكون بسيط وامتى بيكون مركب، بيجي حرف الجر البسيط زي مثلا بيتسيريا، بيبليوتيكا، ايطاليا، او الدول بيجي معاها حرف الجر البسيط. طيب هنا مثلا يوبعدو دا ماريا، عندي هنا بص اشخاص اسم شخص، يبقى انا بحط حرف جر بسيط. عندي هنا روما مدن، مدن اهي روما، يبقى انا هحط حرف جر بسيط. عندي بص هنا بعد الحرف الجر البسيط اداه نكره او اشاره، نكره او اشاره، يبقى انا بحط حرف جر بسيط. تمام، يبقى في الحالات دي انا بحط حرف جر بسيط. لما الاقي افراد الاسره المفرد اهو سوكو جينو مع ملكيه طبعا، بحط ايه حرف جر بسيط. لما الاقي ضمائر زي تي او مي او نوي او فوي ضمائر، بحط حرف الجر بسيط. طبعا لازم نعرف استخدامات كل حرف جر ايه. طيب تعالوا نشوف مع بعض الافعال، لان في افعال بتاخد حروف جر مختلفه. عندنا مثلا احنا عندنا فعل يذهب، اندعري، اسري، وفينيري، بياخدوا الثلاث حروف جر دول، ان واعودا. تعالوا نشوف التصريف بتاعهم هيكون عامل ازاي، عشان دي افعال شاذة لازم تكونوا حافظين التصريف بتاعهم، وطبعا انا بس حطها لكم عشان تفتكروها، لكن مش هنقعد نراجعها مع بعض. دا، اندعري، يذهب، اسري، يكون، وفينيري، دي الثلاث افعال دول بيجي معاهم الثلاث حروف جر دول. طيب امتى استخدام كل حرف جر؟ امتى ان وامتى او ان؟ امتى ده؟ هبتدي مع ان، وان بستخدمها لخمس حاجات مهمين، بمعنى في او الى. ايه هما الخمس حاجات دولت؟ زي مثلا عندنا وسائل المواصلات، وسائل المواصلات، بعض الاماكن، شهور السنه، فصول السنه، وبعد كده عندنا الدول بدون اداه تعريف. يعني لو لقيت بعد النقط مدن، سوري، دول من غير أداة تعريف، أعرف إن أنا على طول هستخدم حرف الجر إن. وسائل المواصلات زي مثلا أوتوبوس، ماكينة، موتو، ترين، أي وسائل مواصلات من غير أداة تعريف، خدوا بالكوا، لأن أنا عندي مين كمان بياخد وسائل المواصلات؟ عندي كون، بس لما ألاقي بعد النقط الوسائل المواصلات يكون لازق فيها أداة تعريف، ساعتها أنا بحط كون. لكن ما لقيتش أي أداة تعريف، يبقى انا في الحاله دي هحط حرف الجر ان. بعض الاماكن، وهنشوف مع بعض دلوقتي الاماكن اللي بتاخد حرف الجر ان، لان انا عندي كمان ا في بعض الاماكن كمان اللي بتاخد حرف الجر ا. طيب وشهور السنه بتاخد حرف الجر ان، فصول السنه، وعندي الدول بدون اداه تعريف بتاخد حرف الجر ان. يبقى انا بستخدم حرف الجر ان للخمس حاجات دول. طب امتى بيكون بسيط وامتى بيكون مركب؟ تعالوا نشوف الاول بعض الاماكن اللي بياخد حرف الجر ان، زي مثلا عندي فاكانسا، تشيتا، تشينترو. خدوا بالكم ان فاكانسا بلاقيها كتير، تشيتا نفس الموضوع، تشينترو، ليبريريا، عندي بيبليوتيكا بلاقيها كتير، فخدوا بالكم كويس جدا. ان كامبانيا، كامبانيا خدوا بالكم بنستخدمها كتير، ففي الاماكن دي لازم تكونوا عارفين، شوفوها كده اقروها، دي بتاخد حرف الجر ان. طب امتى بيكون حرف جر مركب؟ لما الاقي بعد الاماكن ديت الاقي حرف الجر دي، او كل ما يخص حرف الجر دي. يعني لو لقيت مثلا، انا مثلا لقيت هنا بعد بيتسيريا لقيت ديل، كل ما يخص حرف الجر دي، يعني مثلا لما انا اجي اقول هنا، لو لقيت بعض الاماكن دي او ديلا او ديلا بوستروفو او ديلا، اي حاجه تخص حرف الجر دي او ديلي، انا اعرف ان انا هحط حرف الجر ان زائد اداه التعريف بتاعه الكلمه اللي بعد النقط بتاعه المكان اللي هو بعد النقط. يعني انا هنا مثلا لقيت بيتسيريا، صح، لقيت بعد بيتسيريا ديلا، انا خصصت، انا قلت ان انا في اللابيتسيريا بتاعه وسط البلد، تشينترو يعني وسط البلد، ما قلتش بيتسيريا بس. ففي الحاله دي انا بحط حرف الجر ان، وعارفه ان بيتسيريا بتاخد اداه التعريف لا، يبقى في الحاله دي هيبقى نيلا.
نفس الموضوع ايطاليا، الدول انا عارفه ان هي بتاخد حرف الجر ان، بس انا خصصت بقى انهي مكان، ان ايطاليا الشماليه ولا الغربيه، يبقى انا حطيت ديل بعد ايطاليا، موجوده ديل بعد ايطاليا، يبقى في الحاله دي بحط ان زائد اداه التعريف بتاعه الدوله اللي انا بتكلم عنها اللي هي موجوده بعد النقط، سوري. تمام، يبقى لقيت بعد الاماكن ديت حرف الجر دي او كل ما يخص حرف الجر دي بحط حرف جر مركب. يعني ايه حرف جر مركب؟ يعني ان زائد اداة التعريف بتاعت المكان اللي بعد النقط. هنا مثلا نفس الموضوع، بيبليوتيكا ديل تشينترو، مكتبة بتاعت وسط البلد، انا خصصت انه بيبليوتيكا، لقيت بيبليوتيكا بس احط ان، لقيت ديل او دي او ديل او ديلي بحط ان زائد اداة التعريف بتاعت الكلمة اللي بعد النقط. طيب حرف الجر ا، امتى بستخدم حرف الجر ا؟ ثلاث حاجات مهمين جدا. ايه هما الثلاث حاجات؟ بعد الاماكن، يعني في اماكن بتاخد حرف الجر ان زي ما قلت لكم، في اماكن بتاخد حرف الجر ا، يعني كاسا، لاتو، تياترو، سكولا، اونا فيستا، دي اماكن بتاخد حرف الجر ا. ا بيجي وراها برضو فعل مصدر، بيجي وراها فعل مصدر. طيب خدوا بالكم من حاجه، ان مش ا بس اللي بيجي وراها فعل مصدر، عندي بير كمان بيجي وراها فعل مصدر. بس امتى بستخدم ا وامتى بستخدم بير؟ لما بلاقي فعل مصدر بعد النقط، لو لقيت قبل النقط فعل يذهب، لان انا قلت لكم في الاول خالص اهو الحروف دي، الثلاث حروف دي ان و ا وده، بستخدم انهي افعال؟ فعل فينيري، فعل انداري، وفعل اسري. تمام، لقيت اي فعل غير الافعال ديت، يعني ما لقيتش فعل انداري قبل الحرف الجر ا، يبقى انا هستخدم بير. لقيت حرف الجر سوري اي تصريف من فعل انداري، يبقى انا بستخدم حرف الجر ا. فخدوا بالكم كويس جدا من النقطه دي. وعندي المدن، المدن كلها الا كايرو، القاهره، بياخدوا ايه؟ بياخدوا حرف الجر ا. طبعا كايرو مع لما باجي الاقي فعل يذهب قبل النقط، تمام، عشان انا هاخد فتره عشان احط القلم. اوكي، اوكي، هنا هتاخد ال، لان انا بحط ا زائد اداه التعريف بتاعت كايرو. كايرو بتاخد انه اداه التعريف بتاخد ال، يبقى في الحاله دي هيكون ال كايرو. تمام، لكن اي مدن تانية بتاخد ايه؟ اي مدن تانية بتاخد ا، ميلانو، روما، باريجي، اي مدن. الدول بتاخد ان. تمام، انا بتكلم في حالة في الافعال اللي انا اتكلمت عنها. لما الاقي كلمة بيدي، يبقى انا بحط حرف الجر ا. طيب عندي كمان حرف الجر ايه؟ لا، عندي ال بستخدمها حتى لو ما فيش حرف الجر دي او كل ما يخص حرف الجر دي. سينما، كلمة سينما انا بحط ال، يعني في بعض الاماكن بتاخد ال زي السوبر ميركاتو. خدوا بالكم، عاوز اقول لكم على حاجة تانية، تياترو، تياترو بياخد ا، بس انا لو حطيت اسم التياترو وخصصت انه تياترو اللي في وسط البلد، ولا تياترو فيردي، ولا تياترو ديلا سكولا، يبقى في الحالة دي انا بحط ال، في الحالة دي انا بحط ال. تمام، طيب يعني مثلا هنا انا عندي على السينما، السينما بتاخد ال، ماري بياخد ال، سوبر ميركاتو، موسيو، بار، ريستورانتي، على primo piano، على secondo piano، على terzo piano، كل ده بياخد. متحف، على موسيو، على بار، على ريستورانتي في المطعم، او على primo piano، على secondo piano، على terzo piano. تمام، يبقى الاماكن دي حتى لو انا ما خصصتهاش او ما حطيتلهاش اسم، انا اول ما بلاقيها على طول بعد النقط، يبقى لازم استعمل حرف الجر المركب ال، ما تنسوش. طيب نكمل مع بعض ونشوف ايه تاني اللي احنا لازم نعرفه. زي ان، حرف الجر ا برضو بيجي مع اماكن، صح؟ طيب الاماكن ديت لو انا خصصت الاماكن ديت في الحالة دي، انا بس لما انا بخصصها وبيجي بعد منها حرف الجر دي، يبقى في الحالة ديت انا بستعمل حرف الجر المركب، يبقى بحط ا زائد ادوات التعريف بتاعت الكلمة اللي بعد النقط. طيب تعالوا نشوف مثلا هنا مع بعض، هنا يوبادو، تياترو، تياترو من الاماكن اللي بتاخد حرف الجر ا، يبقى في الحالة دي هتبقى ا زي ما هي كده.
طيب لو انا خصصت بقى بعد تاء تروح حطيت حرف الجر دي او كل ما يخص حرف الجر دي، انا خصصت ان انا راحة، انا راحة المسرح بتاع الاوبرا، يبقى انا خصصت انه مسرح راحة، يبقى في الحالة دي هحط على، يعني في الحالة دي هحط حرف الجر زائد ادوات التعريف بتاع تاء عطرو، انا عارفة ان تاء عطرو بياخد ايل، يبقى مش هاخد الحرف الجر البسيط، لا هاخد حرف الجر المركب، لان انا خصصت، ولما بلاقي حرف الجر دي او كل ما يخص حرف الجر دي، يبقى في الحالة ديت انا بحط المركب مش البسيط. نفس الموضوع هنا، لما بلاقي بعد النقط المسرح، انا عارف ان مسرح بياخد ا، تياترو بياخد ا، لكن في حالة ان انا قلت الاسم بتاع التياترو بيردي، يعني الاسم بتاعه هو اسمه مسرح فيردي، مسرح ناتسيوناليه، تمام؟ يبقى انا اهو بيجي بلاترا ميوس كل لتر كابيتال، بحيث ان هو اعرف ان هو اسم المسرح، يبقى في الحالة دي هحط على بش هحط على المركب بش البسيط، تمام؟ طيب الاماكن، قلنا ان في اماكن بتاخد على حتى لو ما فيش حرف الجر دي، يعني مثلا دي كلها بيجي معاها حرف الجر المركب، زي على الانترنت بوينت، على السينما، على الماري، على السوبر ميركاتو، على الموسيو، على البار، على الريستورانت، زي اللي قلناهم الاول، على البريمو بيانو، سيكونو بيانو، او تيرسو بيانو. الاماكن دي بتاخد حرف الجر على، وايه تاني اللي بياخد حرف الجر على؟ لما بلاقي اسم المكان اللي انا بتكلم عنه بعد النقط، او لما بخصص انه مكان بحرف الجر دي، او كل ما يخص حرف الجر دي، يبقى في الحالة دي بستعمل على، تمام؟ او ا زاد ادوات التعريف بتاعت الكلمة اللي بعد النقط، تمام؟ لان ممكن الاقي سكوالا، سكوالا ديت بتاخد لا، يبقى في الحالة دي هتبقى على سكوالا. فلازم اكون عارفة كويس جدا ان بحط حرف الجر ا زائد ادوات التعريف بتاعت الكلمة اللي بعد النقط. اللي هنا هحط ال، لان تياترو بياخد ادوات التعريف ايل، فعشان كده لازم نكون عارفين درس بتاع ادوات التعريف كويس جدا. طيب نكمل مع بقية حروف الجر. عندي حرف الجر دا، امتى بستعمل حرف الجر دا؟ بستعمله برضو في اربع حاجات. ايه هما الاربع حاجات اللي احنا هنستعملهم؟ مع افراد الاسرة، تمام؟ افراد الاسرة مع الملكية، انا بستعمل حرف الجر دا، بسيط دا كده كده، تمام؟ اسم شخص، اسم شخص طبعا ما بيجيش معاه ادوات التعريف، يعني بيجي معاه حرف الجر دا بسيط كده، تمام؟ هنا الوظائف، انا بستعمل دال، اي وظيفة، حتى لو انا ما خصصتش وظيفة ايه، ولا اي وظيفة، دكتوري، بروفيسوري، ميديكو. Get your domain today at GoDaddy. Ready to take your idea online? Your domain awaits. أي وظيفة بستعمل حرف الجر دال، المركب دال، ممكن ألاقي في الاختيارات دا ودال، في الحالة ده هيبقى دال، في الحالة دي هيبقى دال. والضمائر، ضمائر يعني إيه؟ يعني نوي، بوي، تي، بحط حرف الجر البسيط ده كده زي ما هو، تمام؟ طيب ولما أجي أقول كمان، لما أنا أكون من مكان، تمام، انا بحط برضو لما بلاقي مدن بحط حرف الجر ده بسيط كده، لان كده كده المدن ما بتاخدش ادوات تعريف الا كايرو، طبعا في الحالة دي مع كايرو هيبقى مركب، تمام؟ طيب تعالوا نشوف. ولما بقول ان انا لوحدي ده سولو، لما الاقي كلمة سولو بعد النقط بحط حرف الجر ده زي ما هو كده. طيب تعالوا نشوف بقى حاجة مهمة جدا لازم نكون عارفينها بحرف الجر ده. لما حرف الجر ده بيجي مثلا مع فعل يأتي، تمام؟ فعل يأتي، تعالوا نشوف التصريف بتاع فعل يأتي اهو، يو فانجو تو فياني، لوي لاي فياني، نوي فينيامو، فوي فينيتي، لورو فانجونو. لما بلاقي قبل النقط فعل يأتي ولاقي بعد كده مدن، يبقى انا هحط حرف الجر ده كده بسيط جدا، لان المدن ما بتاخدش ادوات تعريف، تمام؟ لكن كايرو هوريكم دلوقتي بتاخد ايه. يعني مثلا بيسا دي مدن، يبقى احط ده بيسا، تمام؟ كايرو، القاهرة، بتاخد ادوات تعريف؟ اه بتاخد ادوات تعريف، يبقى في الحالة دي كايرو الوحيدة اللي هتبقى دال، تمام؟ يعني لما الاقي قبل النقط فعل يأتي وبعد النقط الاقي مدن، تمام؟ ما ينفعش مع فعل يأتي استعمل، انا عارفة ان المدن مع المدن بيجي معها حرف الجر ا، لكن في حالة فعل يأتي، تمام؟
انا بحط الدع في حالة ان انا عندي هنا فعل يأتي، تمام، انا بحط الدع، يعني اما هلاقي دع اما هلاقي أ، تمام. وهنا عندي مثلا روما، انا عندي روما اهو، هحط دع، يو بانجو دع روما، او ممكن اقول يو بانجو ا روما، انا جاي روما، تمام. يبقى في الاختيارات مش هلاقي الاثنين، لان عارفه ان مع المدن بتيجي حرف الجر ا. طيب تعالوا نشوف مع الدول بقى هيبقى هتبقى ماشيه ازاي. مع الدول حرف الجر دع مع ياتي، تمام، تصريف فعل بنير يأتي، ما تنسوهوش، بنراجعه كل شوية عشان تكونوا عارفينه. أنا عندي هنا مع الدول بيكون في أدوات تعريف، ما بحطش حرف الجر ده البسيط كده، لا، يعني مع المدن لازم يكون حرف الجر ده زائد أدوات التعريف بتاعة الدولة، ما ينفعش اختار مع الدول حرف الجر ده بسيط كده. لما بلاقي بعد النقط دولة ما ينفعش اختار ده بس، لا، في الحالة دوت انا بستعمل المركب، يعني مثلا كده هيبقى دالإيطاليا، هنا دالجيتو، تمام، هنا دالا فرانسا. لما بلاقي هنا فعل يأتي وبعد النقط عندي دولة لازم احط حرف الجر ده زائد ادوات التعريف، يعني المناسبة. وهنا ستاديونيتي ديت طبعا بتاخد لي، هتبقى دالي ستاديونيتي. لما بلاقي ستاديونيتي بحط دالي، ما تنسوش عشان الجزء ده مهم جدا وموجود اصلا في المراجعة النهائية اللي نزلت بتاعت عدد الجمهورية، تمام. طيب تعالوا نكمل، يعني ما تنسوش. يبقى مع فعل يأتي بيجي ده حرف جر بسيط كده لما بيكون مع المدن، تمام، بيجي حرف الجر ده بسيط كده لما بيكون مع المدن، الا مع كايرو، كايرو بياخد دالي. لما الاقي دولة ما بحطش حرف الجر ده بسيط كده، لا، بحط حرف الجر ده زائد ادوات التعريف، تمام. فالجزء ده مهم جدا ولازم تكونوا عارفينه، ما تتلخبطوش. هو درس حروف الجر بيلخبط شويه، بس لو احنا عرفنا استخدامات كل حاجه ايه عمرنا ما هنتلخبط. طيب تعالوا نكمل مع بعض. هنا عندنا مع فعل بارتيري، اللي انا لازم اعرفه مع فعل بارتيري، فعل بارتيري لما بلاقي مع فعل بارتيري، يعني لازم نكون عارفين تصريفات فعل بارتيري، تمام. لما بلاقي قبل النقط والاقي مدينه بعد منه، يبقى انا عارفه ان انا هستعمل يا اما دا يا اما بير، تمام، هلاقي يا اما دا يا اما بير. طيب لما بلاقي برضو مع فعل بارتيري الدوله ليها ادوات تعريف، هحط بير. لكن لو الدولة ملهاش أداة تعريف، يبقى في الحالة دي أنا بستعمل إن، لأن أنا قلت إيه، الدول بدون أدوات تعريف إحنا بنستعمل حرف الجر إن. لكن في حالة إن الدولة ليها أدوات تعريف، يعني الدولة مكتوبة بأدوات التعريف بتاعتها، في الحالة دي أنا هستعمل حرف الجر بير، تمام؟ في الحالة دي أنا هستعمل حرف الجر بير، تمام؟ وهنا مع فعل بارتير دايما اي وسيلة مواصلات انا بستعمل حرف الجر إن. طيب نكمل بقية حروف الجر، يعني كل فعل ليه استخدامات معينة مع حروف الجر. طيب عندنا كن، كن يعني مع، يعني اي شخص عاقل، تمام. طيب انا عاوز اقول لكم كمان ان في وسيلة المواصلات انا بستعمل في وسيلة المواصلات حرف الجر إن. لو وسيلة المواصلات ليها أدوات التعريف بتاعتها، في الحالة دي مش هستعمل حرف الجر إن، لأن ما ينفعش أحط إن وبعد كده وسائل المواصلات ليها حرف الجر بتاعتها، لا، يبقى في الحالة دي هستعمل كون. يبقى إمتى هستعمل كون مع وسائل المواصلات؟ لما ألاقي بعد نقط وسائل المواصلات ليها أدوات التعريف بتاعتها، أو خصصت أنا هركب مثلا طيارة الساعة كام أو قطر الساعة كام، يبقى في الحالة دي بستعمل كن زائد أدوات تعريف. طبعا ما بتبقاش لازقة في بعضيها، لأن كن من الحروف الجر اللي بتيجي بسيطة كده زي ما هي، تمام. طيب نكمل مع بعض، يعني زي ما أنا قلت لكم كده، لما بلاقي أدوات التعريف زي ما هي من غير أدوات وسائل المواصلات من غير أدوات تعريف، يبقى بستعمل حرف الجر إن البسيط. لما بلاقيه بأدوات تعريف، يبقى في الحالة دي بحط كن. لكن لما بخصص مثلا انا هركب القطر بتاع، لما بلاقي بعد وسائل المواصلات حرف الجر دي او كل ما يخص حرف الجر دي، يعني انا هاخد قطر بتاع الساعة 8، هاخد قطر بتاع بكرة، او يعني بخصصت بحرف الجر دي، ساعتها هحط حرف الجر كن زائد ادوات التعريف بتاع وسيلة المواصلات. دي برضو حاجة موجودة في المراجعة بتاعت الجمهورية، العدد اللي نزل للمراجعة النهائية،
طيب نكمل مع بعض ونشوف بقية حروف الجر اللي احنا هنستعملها. انا عندي هنا ترا وفرا يبقى بين وخلال. لما الاقي هنا مثلا ترا وفرا بستعملها لما بلاقي مثلا ان اي شخص هيجي في خلال وقت معين 10 دقايق 20 دقيقة نص ساعة، يبقى بستعمل ترا وفرا بمعنى خلال. تمام؟ لما بقول ان بين الزملاء في واحد برازيليانو انا بستعمل يا اما ترا يا اما فرا. تمام؟ لما بتكلم عن اي وسيلة مواصلات وبقول ان هي جاية في خلال 10 دقايق، يبقى انا بستعمل يا اما ترا يا اما فرا. وترا وفرا بستعملها برضو مع الاتجاهات، هنشوفها مع بعض. لما اجي اقول ان انا مثلا بين مكان ومكان، يبقى انا بستعمل يا اما ترا وفرا. طبعا دي هناخدها الحروف الجر مع الاتجاهات. سو بستعملها بمعنى على، هنحطها مع، بصوا في اي، على اي قناة او سوشيال ميديا، يعني فيسبوك يوتيوب تويتر اي سوشيال ميديا، انا بستعمل حرف الجر سو. لما بقول على قناة سو كاناليه 5 وايطاليا 1 وسوريتي 4، انا بستعمل حرف الجر سو. على، على زي ما انا بجي اقول مثلا على قناة مثلا اون تي في، على قناة مثلا دريم، على اي قناة انا بستعمل حرف الجر سو. طبعا مع الاتجاهات هنشوفها مع بعض بعدين، بس انا عاوز اركز في اي حاجة تخص السوشيال ميديا انا بستعمل سو. يعني لو لقيت مثلا بعد النقط فيسبوك تويتر يوتيوب او كاناليه 5، انا هستعمل حرف الجر سو. ما تنسوش الجزء ده مهم جدا. طيب هناخد بقى حروف الجر مع، طيب دلوقتي ناخد مع بعض حروف الجر مع الاوقات. لو لقيت بعد النقط سنة انا بحط النيل، اي سنة 2011 2012 2000 اي حاجة، جملة قبلها جملة وبعدها سنة. تمام؟ يبقى انا بحط نيل. اليوم اي يوم اي تاريخ انا بحط ايل، ما عدا لو انا لقيت الرقم 11 و8 عشان دول بيبتدوا بحروف متحركة بحط ال ابوسترفو، لكن اي تاريخ اي رقم تاني انا بحط ايل. تمام؟ يعني مثلا هيقول لي مثلا ميا فيليا الناطة ويديني نقط ويديني التاريخ 13 والشهر والسنة. تمام؟ طيب حد، استنوا اقول لكم على حاجة الاول. حد ممكن يقول لي طيب اشمعنى هنا بحط النيل لما الاقي السنة، واشمعنى هنا بحط ديل؟ طب تعالوا هوريكم الجزء دوت. هنا هنا امتى بحط نيل وامتى بحط ديل؟ لو انا قبل النقط لقيت تاريخ، تمام؟ تاريخ، ها تاريخ يعني ايه؟ يعني اداة التعريف رقم شهر تاريخ، يبقى انا هحط ديل. في الحالة دي هحط ديل. لو انا قبل النقط لقيت جملة عادية جدا من غير ولا تاريخ ولا شهر ولا اي حاجة تانية هحط نيل. فخدوا بالكم كويس جدا من الجزء دوت. تمام؟ احنا بنعمل احتياطنا على كل حاجة عشان ما نلاقيش نفسنا ان احنا في جزء لا احنا ناسينه او مش فاكرينه او ما راجعناش عليه. مع فصول السنة انا بحط حرف الجر ان. اي فصل من الفصول السنة استات انفيرنو او تونو بريمافيرا انا بحط الحرف الجر ان. بس لو انا خصصت بقى فصول السنة بحرف الجر دي، او لقيت بعد فصول السنة بروسيمو او سكورسو او باساتو، ساعتها بحط حرف الجر ان زائد أداة التعريف بتاعة فصول السنة. يعني مثلا بصوا هنا، مثلا انا هنا عندي ديلانو بروسيمو، الشتاء بتاع السنة اللي فاتت، انا خصصت بقى انه شتاء، يبقى في الحالة دي بحط ان زائد أداة التعريف بتاعة فصول السنة. تمام؟ او لو قلت مثلا سكورسو، حطيت بعد فصول السنة كلمة سكورسو، يبقى انا برضو خصصته. يعني انا بعد فصول السنة، فصول السنة لوحديها بتاخد ان. بعد فصول السنة لقيت حرف الجر دي زي في الحالة ديت، او كل ما يخص حرف الجر دي زي ما انا قلتلكو دي ديل ديل ابوستروف وهكذا، او لقيت كلمة براسيمو او سكورسو او باساتو، يبقى في الحالة دي انا بحط حرف جر مركب ان زائد أداة التعريف بتاعة فصول السنة. طيب الجزء ده راجعناه خلاص. مع الشهور، الشهور احنا عارفين ان الشهور بتاخد ان وفي بتاخد ا. لو انا لقيت في الاختيارات عادة بتاخد ان، بس لو انا في لقيت في الاختيارات ان و ا، امتى هستخدم ان وامتى هستخدم ا؟ هستخدم ان لما الاقي الشهر اللي بعد النقط بيبتدي بحرف متحرك.
زي عندي اغوستو، تمام؟ بيبتدي بحرف متحرك. لو لقيت اوتوبري حرف متحرك، تمام، ابريلي حرف متحرك، يبقى ساعتها احط ان. بس في حالة ايه؟ في حالة ان انا الاقي ان وقع في الاختيارات. لكن لو انا لقيت ان بس، هختار ان بس مع حرف متحرك او ساكن، تمام؟ طب امتى هستخدم حرف الجر ا؟ لو لقيت بعد النقط الشهر بيبتدي بحرف ساكن، تمام؟ ما يبتديش بحرف متحرك، بيكون بيبتدي بحرف ساكن. طب امتى هستخدم حرف جر مركب؟ هستخدم حرف جر مركب زي ما قلنا مع فصول السنة، لما الاقي بعد الشهر، تمام، حرف الجر دي او بروسيمو او سكورسو او كل ما يخص حرف الجر دي، ساعتها هلغي خالص ا او كل ما يخص ا واحط حرف الجر ان زائد اداه التعريف بتاعه الشهر. يعني ايه ان زائد اداه التعريف بتاعه الشهر؟ يعني لازم اشوف الحرف المركب اداه التعريف المناسبه للشهر. يعني هنا بص نيل الابوستروفو اللي انا عارفه ان دي بتبتدي بحرف متحرك، وهنا النيل اللي انا عارفه ان دي بتبتدي بحرف ساكن، تمام؟ فخدوا بالكم كويس جدا. طيب لو انا قلت لكم هنا في النهايه تورنو ان ايطاليا وعندي بعد النقط مارسو، هستخدم ايه؟ ان ولا دا ولا بير؟ حد هيقول لي طب انا هنا مفيش ا لان ده بيبتدي بحرف ساكن، مفيش مشكله. الجزء اللي انا بقوله لكم فوق دوت لو لقيت ان و ا في الاختيارات هبقى عارفه امتى بستخدم ده وامتى بستخدم ده. ما لقيتهمش الاثنين في الاختيارات ولقيت ان بس، هختارها مع كل الشهور اذا كان يبتدي بحرف ساكن او متحرك، تمام؟ طيب هنا تعالوا نحل مع بعض. حاطه لكم كمان بتاعه الامتحانات اللي فاتت اللي جه عليها الدرس ده. اوكي هنا عندي فين القلم؟ ثواني خليكم معايا اهو. عندي عمو وعندي هنا فاري، انا قلت لكم مع حرف جر بيجي معاها ا وبيجي معاها بير، صح؟ إيه سوري، لما بلاقي فعل مصدر، انا هنا عندي فعل مصدر. بس انا قلت لكم لو قبل النقط لقيت فعل انداري، تصريفات فعل انداري، ساعتها بحط حرف الجر ا. هنا بعده وعندي هنا اميتشي، يبقى في الحاله دي هحط دالي. اميتشي ده شخص عاقل، بستخدم دا، بس انا عندي هنا اميتشي بحط دالي جمع اميتشي. هنا الليبرو ا، تمام، نوفو ستودنت ديل ملك، النوفو ستودنت ديل نوفو ستودنت. احنا لسه ما خدناش ولا سو ولا سوبرا ولا نيلا، ماشي دي هنستبعدها دلوقتي. باولو فيري، انا قلت لكم ستاتي ونيتي الوحيده اللي بتيجي معاها ايه؟ بيجي معاها دالي، لان مع فعل فينيري بحط هنا دالي لما بنكون هنا عندنا ايه؟ عندنا دول. اكويستا لا ميل، وعندي هنا ايه؟ بتاعه المدرسه، ملك المدرسه، يبقى احط ايه؟ دي لا سكولا، تمام. لما انا امتى هحط حرف الجر دي؟ لما الاقي بعد النقط الحاجات اللي ما بيجيش معاها حرف جر مركب، الخمس حاجات اللي انا قلتها لكم في الاول اللي بيجي معاها حرف جر بسيط. هنا بعده وعندي مدن بحط ا. يو بارتو، بصوا هنا بقى انا عندي حرف الجر ان وعندي ا والاتنين بيجوا مع الشهور، واجوستو ده شهر بس بيبتدي بحرف ايه؟ بيبتدي بحرف متحرك، يبقى انا هحط ان. هنا dove vieni هحط دا. البانيو ا، وعندي مكان ومكان، لما الاقي مكان ومكان انا احط يا اما ترا يا اما فرا. هنا احنا قلنا مع التاريخ مع الايام بنحط ايه؟ بنحط ايل. عندي هنا ايه؟ مارسو باساتو، انا خصصت الشهر، بحط حرف الجر ان زائد التعريف بتاعه مارسو، يبقى هيكون نيل. استاتي بياخد ايه؟ فصول السنة بتاخد ان، مفيش اي حاجة بعديها. نوي بارتيامو، لو عندي الدولة فيها اداة التعريف مع فعل بارتير انا بحط بير. هنا علي بارتي مع فعل بارتيري، وعندي هنا مدن انا بحط ايه؟ بارتو، احط فعل دا، إيه حرف الجر دا. علي بارتي دا روما. سيامو بارتيتي، وعندي هنا ايه؟ وسائل المواصلات، بحط ان. البروفيسوري،
وعندي فيلوسوفيا، لما اجي اخصص الماده بتاعه المدرس احط حرف الجر دي، البروفيسوري دي ايطاليانو، البروفيسوري دي فيلوسوفيا، البروفيسوري دي انجليزي وهكذا. هنا فعل مصدر هحط ا، يو بانجو مع فعل فينيري، وعندي هنا امريكا دول، يبقى لازم دا زائد اداه التعريف بتاعه الدوله، يبقى هيكون دا لابوسترفو. الفيلم كومينشا هيبتدي، وعندي هنا وقت هحط اللونا الساعة واحدة، تمام؟ طيب تعالوا نحل هنا مع بعض. انا عندي بعد النقط ايه استعدي، انا قلت لكم لو استعدي بياخد ايه، بياخد اللو على طول، هنحط اللو. هنا ماريا انكونترا لا سوريلا، احنا قلنا انترنت بوينت بياخد ايه حرف الجر الابوسترفو. احمد لافورا ليبريريا بتاخد ايه، بتاخد ان، عشان كده لازم اعرف بعض الاماكن اللي بتاخد حرف جر ان او ا. بيبليوتيكا انا عارفه ان بيبليوتيكا بتاخد ان، بس انا بصوا هنا خصصت لبيبليوتيكا، بيبليوتيكا دي اليونيفرسيتا بتاعت الجامعه، يبقى في الحاله دي انا بحط ان زائد اداه التعريف بتاع البيبليوتيكا، بيبليوتيكا بتاخد لا، يبقى هتكون نيلا. كان ومكان يبقى احط انا حرف جر فرا. أليسيا فا، وعندي فاكانسا بتاخد حرف الجر إن. هنا الاتجاهات اللي ما بتاخدش حرف جر، تمام، وهنا هتكون كوي، لسه ما رجعناش على الاتجاهات اللي ما بتاخدش حرف جر. ميا سوريلا فيفي السينيسترا، حد ممكن يقول لي ستاديو بياخد ألو، بصوا بقى أنا عندي سينيسترا، سينيسترا بياخد دي، يبقى في الحالة دي هيكون ديلو ستاديو، فخدوا بالكم ما تتلخبطوش. ميو بادري لافورا اوفيتشو بياخد حرف الجر ان. اجي ستو اكاسا، وعندي هنا فعل مصدر بينتهي باري اري اري، يبقى في الحالة دي انا بستخدم بير، ما عنديش ار، عندي بير. لوي فا، اي وظائف بستخدم حرف الجر دال. مزو جورنو مزا نوت، الساعة واحدة بستخدم حرف الجر ا. ما تتلخبطوش لان الجزء ده مهم جدا، ويا ريت عشان خاطري على فكره انا لحد دلوقتي، انا لحد دلوقتي ساعات ما بقراش السؤال من اوله لاخره، ببقى متاكده لا لازم نقرا السؤال من اوله لاخره عشان نكون عارفين ومتاكدين من اللي احنا بنعمله والحل بتاعنا، ونستبعد نحاول نستبعد اللي ما ينفعش. على فكره احنا عندنا وقت، حاولوا تخصصوا ساعه للجراماتيكا والمواقف والهتامه والايميل، والساعه تانية للقطعه، سيبوا القطعه للاخر، سيبوا لها ساعه لوحديها كده، ابتدوا على طول بالتامة والايميل عشان ما تنسوش اللي انتوا حفظته. طيب تعبيرات عن المكان، عندنا الاتجاهات، عندنا نوعين من الاتجاهات، نوع بياخد حرف جر والنوع التاني ما بياخدش حرف جر، تمام. طيب تعالوا نبتدي بالنوع اللي بياخد حرف الجر. انا عندي الاربع اتجاهات دولت بياخدوا حرف الجر ا، اللي مطلوب مني انا، مطلوب مني ان انا اعرف احفظ الاتجاه بالحرف الجر بتاعه، بالاتجاه بالحرف الجر بتاعه. ليه هيطلب مني ايه في الدرس ده؟ يا اما احط الاتجاه هيحط لي الحرف الجر ويطلب مني الاتجاه، يا اما العكس هيحط لي الاتجاه ويطلب مني الحرف الجر. انا قلت هي هي، المهم يحط ده يحط ده، تمام. طيب يعني فيتشينو بياخد ا، دافانتي بياخد ا، دي فرونت بياخد ا، واكانتو بياخد ا، تمام. الدسترا والسينيسترا بياخد دي، ولونتانو بياخد ده. طيب ايه بقى الخمس حاجات اللي بيجي معاهم الاتجاه بالحرف الجر البسيط كده؟ زي ما قلت لكم الاول، المدن، اسماء الاشخاص، ادوات النكره او الاشاره، افراد الاسره، المفرد والضمائر، دي بيجي معاهم حرف الجر كده، الاتجاه بالحرف الجر البسيط كده. لقيت حاجه غير الخمس حاجات دولت كده؟ لا، اتجاه بحرف جر مركب على طول، تمام، اوعوا تتلخبطوا. السؤال بيجي ازاي؟ اهو زي ما بقول لكم، يا يطلب مني الحرف الجر يحط لي قبل النقط الاتجاه ويطلب مني في الاختيارات الحرف الجر، يا اما العكس يحط لي الحرف الجر بعد النقط ويطلب مني الاتجاه. ساعات الحرف الجر ممكن يكون مركب، فخدوا بالكم كويس جدا، تمام. طيب تعالوا نحل الاتنين دول. هنا بيتشين في القلم اهو، فيتشينو بياخد ايه؟ فيتشينو بياخد ا، بياخد ا. طب هيطلب مني الاتجاه، ده بيجي مع ايه؟ ده لونتانو بياخد ده اهو. فالجدول ده لازم تكونوا حافظينه كويس جدا،
ده درس اسهل منه مفيش، بس ركزوا. طيب هنا لقيت اي حاجه بعد النقط غير الخمس حاجات اللي انا قلتها لكم، يبقى بناخد حرف جر مركب. انا عندي الاتجاه ده بياخد ايه؟ بياخد حرف الجر. بعد النقط عندي حاجه من الخمس حاجات اللي انا قلتها لكم؟ لا، عندي مدرسه عادي جدا، يبقى بتاخد لا، يبقى في الحاله دي هتكون على اهو زي ما قلت لكم. هنا هنا لونتانو بياخد ايه؟ لونتانو بياخد دا تشينما. حاجه من الخمس حاجات اللي انا احط فيها حرف الجر ده البسيط ده كده؟ لا، ولا هو اسم شخص ولا مدن ولا ضمائر ولا افراد اسره ولا اي حاجه خالص. يبقى انا هحط ايه؟ هحط دال، لان تشينما بياخد ايل. ليه بقول لكم خدوا بالكم من الدرس بتاع اعداد التعريف؟ عشان حد ممكن يقول لي طب انا هاخد دالو. لا، ما ينفعش، لان تشينما بياخد ايل. هنا بقى بص، حط لي حرف الجر المركب وطالب مني الاتجاه. على مين بياخد حرف الجر؟ اكانتو بياخد حرف الجر. طب هنا ده حرف جر مركب وفي حرف الجر ده، مين بياخد ده؟ لونتانو بياخد ده. درس بسيط جدا، محتاج بس ان انتوا تركزوا فيه وتقروا السؤال من اوله لاخره. طيب النوع الثاني بقى، الاتجاهات اللي ما بتاخدش حرف جر، اللي هم فواري وكوي وكوا. اعرف منين الفرق بين ده وده؟ الاقي بعد النقط ولا حرف جر مركب ولا حرف جر بسيط، اعرف ان انا هستخدم حاجه من الحاجات دي. تمام. هنا لا سكريفانيا بعد النقط عندي لا، اداه تعريف. بيتشينو بتاخد ا، لونتانو بتاخد دا، اكانتو بتاخد دا، سوري اكانتو بتاخد ا، الوحيده اللي هتنفع هي صوت. بيبتدي بايه؟ اداه تعريف. بيتشينو بتاخد ا، داسترا بتاخد دي، لونتانو بتاخد دا، الوحيده اللي تنفع هي فوال. فهمتوا ازاي نحل؟ طيب عندنا كمان امتى بنستخدم، قبل ما نعرف امتى بنستخدم دينترو، تعالوا نشوف هنحل مع بعض هنا ازاي. ديلا، ديلا ده عباره عن حرف الجر دي زائد لا، صح؟ طيب مين اللي بياخد دي؟ الداسترا. دال يعني حرف الجر دا، مين بياخد دا؟ لونتانو. على مين بياخد حرف الجر؟ ا، دافانتي بياخد حرف الجر. ا هنا الو فيتشو حرف جر مركب، يبقى اتجاهات، صح؟ في حد بقى ممكن يبسطها على نفسه كده ويكتب لا سوبرا، ده بيجي مثلا يعني يستبعد الحاجه اللي ما تنفعش لو هو محتار. تمام. هنا مين بياخد حرف الجر؟ ا، دافانتي بياخد ا. هنا بعد النقط عندي ايه؟ اداه تعريف، ولا عندي حرف جر ولا حاجه، يبقى هستبعد ده لان ده بياخد حرف الجر ده. اينو ايل الاثنين ما ينفعوش مع بعض خالص. فيتشينو بياخد ا، ما ينفعش، بياخد حرف جر، وانا عندي هنا اداه تعريف، يبقى دينترو. هنا دوف على الليبريريا وعندي بعد النقط اداه تعريف، فيتشينو بتاخد حرف الجر ا، لونتانو بتاخد ده، سولا لازق فيها اداه التعريف، ما ينفعش احط اداه التعريف جنب اداه التعريف فهستبعدها، فالوحيده اللي هتنفع هي ديترو. عندي بعد النقط هنا لا، اداه التعريف، لونتانو بتاخد دا، فيتشينو بتاخد ا، دافانتي بتاخد ا، وصوته الوحيده اللي تنفع. حاولوا تفكروا بالطريقه دي، نستبعد. هنا عندي لا اداه التعريف، لونتانو بتاخد دا، دافانتي بتاخد ا، وفيتشينو بتاخد ا، الوحيده اللي تنفع ايه؟ هي ديترو. طيب تعالوا نشوف بقى امتى هنستخدم دينترو، سوري امتى هنستخدم سوبرا وسو، وامتى دينترو ان. سوبرا هستخدمها لما الكلمه اللي بعد النقط يكون ليها اداه تعريف. سوبرا بمعنى فوق او على. هستخدم سوبرا لما الكلمة اللي بعد النقط يكون ليها أداة التعريف بتاعتها. طيب امتى هستخدم سو زائد أداة التعريف؟ هستخدم سو زائد أداة التعريف بتاعتها، يعني سو مركب حرف جر مركب، لما الكلمة اللي بعد النقط ما يكونش ليها ولا أداة تعريف ولا نكرة ولا إشارة ولا أي حاجة، تكون كده زي ما هي كده. يبقى بحط السو زائد اداه التعريف بتاعه الكلمه اللي بعد النقط. طب امتى بحط السو بس بسيطه من غير اداه تعريف ولا حاجه؟ لما الاقي الكلمه اللي بعد النقط هحط السو،
لما الاقي الكلمه اللي بعد النقط يكون ليها اداه اشاره او نكره. questa او un. لقيت questa او un بعد النقط بحط السو من غير حاجه خالص. يعني لو لقيت الكلمه اللي بعد النقط من غير ولا اداه تعريف ولا اشاره ولا اي حاجه بسيطه كده زي ما هي، انا بحط السو زائد اداه التعريف بتاعه الكلمه اللي بعد النقط. لكن امتى بحطها السو كده بسيطه من غير اي حاجه؟ لما الاقي الكلمه اللي بعد النقط يكون ليهم اداه اشاره او نكره. تمام، فخدوا بالكم كويس جدا من الجزء ده. نفس الموضوع هنا برضو مع دينتر وان، بس خدوا بالكم من حاجه لازم تعرفوا، لان انا كنت كاتبه قبل كده، الاماكن اللي بتاخد سوبرا والاماكن اللي بتاخد دينتر. يعني احفظوا حاجه من الاثنين، احفظوا الاماكن اللي بتاخد سوبرا. يعني مثلا ساديا هتاخد سوبرا، ديفانو، تمام، في سكافالي، في اماكن كتير انا قلت لكم عليها، مش عارفه كتبتها المره دي ولا لا. لا بتاخد سوبرا. طيب دينترو، امتى هستخدم دينترو؟ لما الكلمه اللي بعد النقط يكون ليها اداه تعريف، اي اداه تعريف بتاعت الكلمه بتاعتها هحط دينترو. تمام، طيب امتى هحط ان زائد اداه التعريف؟ لما الكلمه اللي بعد النقط ما يكونش ليها ولا اداه تعريف ولا نكره ولا اشاره احطها كده. طب امتى هحط ان بسيطه من غير اي حاجه خالص، سيمبلي كده؟ لما الكلمه اللي بعد النقط يكون ليها اداه اشاره زي كويستا او كويستو او نكره. يبقى في الحاله دي انا بحط ان بسيطه كده زي ما هي من غير ما تكون مركبه ولا حاجه. تمام، طيب امتى بحط ترا وفرا؟ لما يكون عندي مكان ايه الا مكان تاني. مكان ومكان بيجمعوا حرف العطف ايه، بحط يا اما فرا يا اما ترا. او لو لقيت قبل النقط فعل متصرف في المستقبل البسيط او المضارع وبعديها عندي وقت، اعرف ان انا هستخدم فرا وترا بمعنى خلال. طب تعالوا نحل مع بعض. انا عندي هنا قبل النقط اكانتو. اكانتو بتاخد ايه؟ بتاخد ا. تمام، ليبراريا دي من الخمس حاجات اللي ما بيجيش معاها اداه تعريف، لا. وعندي هنا اصلا كله مركب، يبقى مين المناسبه ليها؟ هتكون اعلى، لان الليبراريا بتاخد اداه تعريف لا. فعشان كده انا بقول لكم ليه لازم نعرف درس اداه التعريف، عشان ما ينفعش ولا تحطي لي ال ولا اعلو، لان ال دي عباره عن ا زائد ايل، وعلو دي عباره عن ا زائد لو، دي عباره عن ا زائد لا. فلازم تعرفوا الدرس بتاع اداه التعريف كويس جدا. دافانتي وستوديو، دافانتي بتاخد ا وستوديو هياخد لو، يبقى في الحاله دي هيبقى الو. الكلمه اللي بعد النقط ليها اداه تعريف، يبقى هنحط ايه؟ سوبرا. لما الكلمه اللي بعد النقط ليها اداه تعريف بحط السوبرا. لو الكلمه اللي بعد النقط ملهاش اداه تعريف ولا نكره ولا اشاره ولا حاجه بحط سول. لما الكلمه اللي بعد النقط يكون ليها اداه اشاره او نكره بحط السو. خدوا بالكم كويس جدا من كل حاجه. تمام، في الحاله ان هي دي ما يكونش فيها اداه تعريف هنحط سول، لان اسكريبانيا بتاخد لا. فخدوا بالكم برضو من الدرس بتاع اداه التعريف. هنا الا ده حرف جر مركب، ا مين اللي بياخد ا؟ دافانتي بياخد ا. نحل مع بعض بقى. هنا الا مين بياخد حرف الجر؟ ا. فيتشينو بياخد حرف الجر ا. ديفانو، معلش يا شباب اهو، ديفانو الكلمة اللي بعد النقط ولا ليها اداة تعريف ولا نكرة ولا اشارة، يبقى لازم يكون في حرف جر زائد اداة التعريف بتاعتها. طيب انا عندي يا اما سولا، دي هستبعدها لان دي لازم يجي وراها اداة اشارة او نكرة، دي لازم يجي وراها حرف جر، يبقى انا عندي بين سولا وسو، دي بتاخد انه اداة تعريف ايل، يبقى في الحالة دي هيكون سولا. دالا ده حرف جر مركب، حرف الجر دا مين بياخد حرف الجر دا؟ لونتانو بياخد حرف الجر دا. هنا ديلا بوستروفو ده حرف جر مركب، دي صح. طيب مين بياخد دي؟ اداسترا بياخد دي. اكانتو طالب مني حرف الجر،
accanto وهيكون ايه على البيبليوتيكا. هنا ديلا ده حرف الجر الدي مركب يبقى انا هحط ايه على السينيسترا لان بياخد حرف الجر الدي. لا ستازيوني اي وعندي حرف الجر ده مين اللي بياخد حرف الجر ده؟ لونتانو بيجي معاها حرف الجر ده. دوبي سونو ليبري سونو وعندي هنا أداة تعريف يبقى يا إما دينترو يا إما سوبرا. أنا عندي هنا دينترو. خدوا بالكوا إن في حاجات محتاجة ترجمة. لو أنا عندي دينترو وسوبرا يبقى في حاجات محتاجة ترجمة. إي ليبري دي جراماتيكا سونو وعندي الكلمة اللي بعد النقط ليها أداة تعريف يبقى دينترو. هنا il centro commerciale nuovo è الكلمة اللي بعد النقط حرف جر بأداة تعريف حرف الجر A. مين بياخد A؟ accanto بتاخد A. mi piace la campagna perché è حرف جر مركب بأداة تعريف ده عبارة عن ده. مين اللي بياخد ده؟ lontano بياخد ده. هنا بعد النقط حرف جر مركب بأداة تعريف حرف الجر A. مين بياخد A؟ davanti بياخد A. هنا ديلا حرف جر مركب بأداة تعريف ده عبارة عن دي. مين بياخد دي؟ السينيسترا بياخد دي. قدي من تيكاتو الميو زينو الكلمة اللي بعد النقط ليها أداة تعريف يا إما سوبرا يا إما الاتجاهات اللي ما بتاخدش حرف جر يبقى في الحالة دي هيكون سوتو. تمام؟ قدي من تيكاتو الميو زينو سوتو البانكو. اي بوسيسيفي صفات الملكية. ايه اللي انا لازم اعرفه في درس صفات الملكية؟ اولا الجدول ده مهم جدا ان احنا نعرفه، بس في طريقة ابسط من كده بكتير ان احنا نعرفه ونحفظه. تعالوا نشوفه مع بعض. طبعا احنا بنراجع الحاجات دي انتوا لازم تكونوا عارفينها. طيب هنا لما الفاعل او الملك يكون ايو انا بختار الاختيارات اللي هي كل ام. تمام؟ بختار الاختيارات اللي هي كل ام بس تنتهي كل لا او لو الكلمه اللي بعد النقط تكون مفرد مذكر، تنتهي كل لا ا لو الكلمه اللي بعد النقط مفرد مؤنث، تنتهي كل لا اي لو الكلمه اللي بعد النقط جمع مذكر، وتنتهي كل لا اي لو الكلمه اللي بعد النقط جمع مؤنث. لما الفاعل او المالك يكون تو اختار الاختيارات اللي هي كون لا تي بس تنتهي كون لا او لو الكلمه اللي بعد النقط مفرد مذكر، تنتهي كون لا ا لو الكلمه اللي بعد النقط مفرد مؤنث، تنتهي كون لا اي لو الكلمه اللي بعد النقط جمع مذكر، وتنتهي كون لا اي لو الكلمه اللي بعد النقط جمع مؤنث. نختار الاختيارات اللي هي كون لا اس حسب الفاعل او المالك، ونختار النوع بتاعها حسب الكلمة اللي بعد النقط. لو مفرد مذكر نختارها كون لا أو، لو مفرد مؤنث نختارها كون لا ا، لو جمع مذكر نختارها كون لا اي، لو جمع مؤنث نختارها كون لا اي. لما المالك أو الفاعل يكون نوي بختار الاختيارات اللي هي كون لا ان، واختار النوع بتاعها حسب الكلمة اللي بعد النقط تنتهي كون لا أو لو مفرد مذكر، A مفرد مؤنث، E جمع مذكر، E جمع مؤنث. بختار الاختيارات اللي هي كون لا فو لو الفاعل او المالك فوي، ونوعها حسب الكلمة اللي بعد النقط O للمفرد المذكر، A مفرد مؤنث، E جمع مذكر، E جمع مؤنث. طب لورو لما الفاعل يكون لورو بختار الاختيارات اللي هي كون لا ال، بس خدوا بالكم ان هي ما بتتغيرش، اخر حرف فيها ما بيتغيرش. طب ايه اللي بيتغير فيها؟ اعرف منين امتى بتكون مفرد مذكر مفرد مؤنث وهكذا؟ من أداة التعريف، لان لورو لازم يجي معاها دايما أداة تعريف، عمرها ما هتيجي من غير أداة تعريف. طب هحل الدرس ده ازاي؟ حاجتين لازم اخد بالي منهم كويس جدا، بختار أداة الملكية وصفات الملكية مذكر أو مؤنث حسب الكلمة اللي بعد النقط بس، بختارها مذكر أو مؤنث حسب الكلمة اللي بعد النقط. طب افرض أنا في الاختيارات عندي كذا واحدة
تنفع الكلمة اللي بعد النقط. الكلمة اللي بعد النقط دي ايه؟ مفرد مذكر صح؟ طيب انا عندي دي تنفع للمفرد المذكر وعندي دي تنفع للمفرد المذكر. لا ساعتها بقى انا برجع للفاعل اللي موجود في اول الجملة، الفعل اللي موجود في اول الجملة ايو، الاختيارات اللي هي مع ايو بتكون ام، يبقى في الحالة دي هتكون il mio. وهنا زي ما قلت لكم في نقطة رقم 2، لما يجي اكتر من اختيار ينفع للكلمة اللي بعد النقط برجع للفاعل اللي في اول الجملة ايو، الاختيارات بتاعته اللي هي كلها ام، في الحالة دي هيكون il mio. درس بسيط جدا جدا جدا. طيب اي كلمة بتيجي بعد النقط بتاخد اداة تعريف مع صفات الملكية. طب امتى بيجي معاها اداة تعريف وامتى ما بيجيش؟ بيجي معاها اداة تعريف اي كلمة تيجي بعد النقط، زي مثلا عميكو بين، اي شيء بيجي بعد النقط بيجي معاها اداة تعريف. افراد الاسرة المدللة لازم يجي معاها اداة تعريف. الحاجة الوحيدة اللي ما بيجيش معاها اداة تعريف افراد الاسرة المفرد. لقيت بعد النقط افراد الاسرة المفرد اللي هو الجدول ده اللي انتوا لازم تكونوا حافظينه، لقيته مفرد كده زي ما هو، اعرف ان انا مش هختار الاختيارات اللي فيها اداة تعريف، لان افراد الاسرة المفرد ما تاخدش اداة تعريف. يعني هنا عندي بعد النقط فراتيلو من افراد الاسرة، هختار الاختيارات اللي من غير اداة تعريف. دي فيها اداة تعريف ما تنفعش، دي فيها اداة تعريف ما تنفعش. انا حطيت لكم المذكر والمؤنث، مذكر ومؤنث، عشان تقدروا تاخدوا النوع المناسب. طب هختار ميو ولا ميا؟ فراتيلو اخ، هتبقى ميو مذكر. هنا فراتيلو اي برافو. طب انا عندي هنا ايه؟ فراتيلو افراد اسرة، هستبعد الكل اللي فيه اداة تعريف، يبقى هتبقى سو. هنا مادري ام، مادري افراد اسرة مؤنث، يبقى انا هستبعد كل اللي فيه اداة تعريف. طب لورو ما فيهاش اداة تعريف، لورو هستبعدها لان لورو لازم يجي معاها اداة تعريف. لو ما حطها ليش كده في الاختيارات، لو حط لي هنا اداة تعريف اه ساعتها هختار، لازم اختار لورو. تمام، لكن هو ولا حطت لي اداة تعريف هنا ولا حطتها لي هنا، فانا هستبعدها لان لازم يجي معاها اداة تعريف. طب الميو هستبعدها، وهستبعدها لان فيها اداة تعريف والوحيدة اللي تنفع هي ميا. يعني لحد دلوقتي اي كلمة بتيجي بعد النقط ليها اداة تعريف الا افراد الاسرة المفرد بس، ما بيجيش معها اداة تعريف. طب وايه تاني اللي ما بيجيش معها اداة تعريف؟ لما الاقي الكلمة اللي قبل النقط يكون حرف جر مركب باداة تعريف، ساعتها انا ما ينفعش احط مياي، ما ينفعش احط اداة تعريف جنب اداة تعريف، هيضربوا بعض. يبقى هحط دي. يبقى انهي حالات انا بختار صفات الملكية من غير اداة تعريف؟ في حالتين بس، افراد الاسرة المفرد الاقيها بعد النقط اختار صفات الملكية من غير اداة تعريف، الاقي قبل النقط حرف جر مركب باداة تعريف ما اختارش ابدا صفات الملكية باداة تعريف، هختار اللي من غير، وطبعا المناسبة للكلمة اللي بعد النقط. لقيت لورو، لقيت افراد اسرة جمع، لازم يجي معها اداة تعريف. يعني دي اهي افراد اسرة جمع، لازم يجي معها اداة تعريف. جمع لازم يجي معها اداة تعريف. جمع لازم يجي معها اداة تعريف. لورو لازم يجي معها اداة تعريف. لورو لازم يجي معها اداة تعريف دايما. يبقى حاجتين بس ما بيجيش معاهم اداة تعريف، افراد الاسرة المفرد، ولو لقيت حرف جر مركب قبل النقط باداة التعريف. ده تحديد الفاعل، عشان اقدر احدد الفاعل، عشان لو لقيت اكتر من اختيار ينفعه للمفرد المذكر، مفرد مؤنث، جمع مذكر او جمع مؤنث، ان اقدر احدد الفاعل دي حاجة مهمة جدا. بياتشي و بياتشونو، امتى بستخدم بياتشي وامتى بستخدم بياتشونو؟ بياتشي بستخدمها لما بيجي وراها دايما حاجتين بستخدمها. طبعا انا عارفة ان لازم يسبقها مي وتي وهكذا، ماشي هقولها لكم دلوقتي، بس ايه اللي بيجي وراها؟ فعل مصدر. يعني ايه فعل مصدر؟ يعني ينتهي بأري إيري إيري، او اي اسم مفرد مذكر او مفرد مؤنث، مش مهم مذكر او مؤنث.
المهم ان هو يكون مفرد اهو. مي بياتشي لا تورتا il panino او فعل مصدر. تا بياتشونو، بياتشونو بيجي معها حاجه واحده بس، اسم جمع ما يجيش وراها فعل مصدر، بيجي وراها اسم جمع بس. اسم جمع اهو سباجيتي بانيني، بيجي وراها بس اسم جمع. طيب لو لقيت في الاختيارات بياتشي وبياتشو ما اختارهاش. طب امتى انا بختار بياتشيري؟ لقيت فعل متصرف قبليها يبقى انا اختار بياتشيري. لو انا قلت مثلا مي ديفونو، مش دي الافعال الناقصه اللي لازم يجي وراها فعل مصدر؟ لي سباجيتي. يبقى في الحالة دي هحط بياتشيري مصدر، الباقي كله ما اختارهوش ابدا ابدا ابدا، ما اختارهوش ابدا. بياتشيري بس بختارها في حالة ان انا قبل النقط عندي فعل متصرف. طيب بياتشي وبياتشونو بيسبقها دايما ايه؟ بيسبقها دايما ضمير مي او امي، تي او اتي، او حرف الجر ا زائد اسم. الحاجات دي بس بيسبقها، ما بيسبقهاش حاجه تانية. وممكن برضو في، ممكن برضو تشي، تمام، اي ضمائر او افوي او انوي، المهم يكون ضمائر، تمام. طيب هنا بختار امتى قبل النقط وامتى بعد النقط؟ بختار بش على العاقل، على الغير عاقل. لو انا بعد النقط لقيت عاقل يبقى انا برجع للكلمه اللي قبل النقط. لو انا قبل النقط، قبل النقط لقيت عاقل بختار على الكلمه اللي بعد النقط. طب تعالوا نشوف شروط الدرس دي بتقول لي ايه. طبعا اهو مي او تي بيجي مع اسم غير عاقل بيسبق وقت التعريف، تمام، او بيجي ولا فعل مصدر. طيب وبياتشونو عرفنا ان هو بيجي اسم غير عاقل يكون جمع، تمام. هنا نختار الكلمة اللي بعد النقط اللي بعد مولتو، يعني لو لقيت كلمة مولتو اكنها مش موجودة بختار على الكلمة اللي بعديها على طول، بشرط ان هو يكون غير عاقل، لان لو بعد مولتو عاقل مش هينفع اخد عليه، تمام. طيب استنى شباب القلم بس بيروح مني. اوكي، يعني مولتو دي اكنها مش موجودة في الجملة بختار على اللي بعديها على طول. طب لقيت حرف الجر ا لا او دي او دي، لا باخد على الاسم اللي قبله على طول برضو بشرط ان هو غير عاقل طبعا، تمام. حرف العطف ايه؟ بيجمع اللي قبله مع اللي بعده، ففي الحالة دي بيكون بياتشونو لان جمع. يعني هنا مثلا مي وعندي حرف الجر دي بختار على الليبرا يكون بياتشي مفرد، ادينو وعندي هنا الليبري دي هيبقى بياتشونو، مولتو هختار على مولتو، لا الكلمة اللي بعد النقط ايه؟ باولو عاقل، لا يبقى انا هرجع للكلمة اللي قبل النقط فيستيتي جمع، في الحالة دي هيكون بياتشونو. السؤال والاجابة ما تنسوش تصرفوا الضمير من تي لمي. طب لو افرض انا لقيت هنا اتي لازقة صح؟ اتي بياتشي لا بيتزا، وهي في الاختيارات لقيت تي مي وتشي، يبقى انا عارفة ان التي دي هتبقى مي واتي هتبقى عمي صح؟ يبقى في الحالة دي لو ما لقيتش عمي ولقيت مي عادي بختارها برضو، اتي هتبقى عمي وهكذا. فوري بيجي وراها ثلاث حاجات بس بشرط ان هو ايه؟ ان ما هو ما يجيش قبليها ولا ضمائر ولا اسم ولا اي حاجة تانية، ممكن يجي معاها ضمير واحد بس اللي هو ايو او اي زمن، تمام. طيب فوري بيجي وراها ايه؟ يا اما اسم مفرد يا اما اسم جمع يا اما فعل مصدر، ما يجيش معاها قبليها ابدا مي تي ولا مي ولا تي ولا فوي ولا الحاجات دي كلها خالص، ممكن يجي معاها ايو بس، الوحيد اللي ممكن يجي معاها بس ايو، تمام. هنا عندي ا، لما يجي حرف الجر ا ما ينفعش احط مي، ما ينفعش احط تي ولا في هتبقى مي. هنا بياتشونو في حرف جر؟ لا
يبقى ما ينفعش ولا مي ولا تي ولا فوي، لازم يبقى مي. طيب تعالوا بقى نحل مع بعض هنا، تعالوا نحل مع بعض. نبتدي من رقم واحد تي. تعالوا نشوف هنا في الاختيارات، وعندي إيمياي نو أبي بستيدي، ده اسم جامعة صح؟ طيب احنا قلنا بياتشو ما اختارهاش ابدا، بياتشي اختارها لا، لان الاسم اللي بعده جامعة فما ينفعش اختار بياتشي، بياتشيري ما عنديش فعل متصرف قبل النقط، يبقى في الحالة دي هيكون بياتشو نو. اسكولتاري فعل مصدر، دي ما اختارهاش ابدا، الوحيدة اللي بيجي معها فعل مصدر هو بياتشي، يبقى في الحالة دي هيكون بياتشي، بياتشو نو ما يجيش مصدر، ودي اصلا مصدر فما ينفعش اختارها كده بالشكل ده. وعندي هنا اي بياتي بيكانتي اسم جامعة، يبقى هختار مي بياتشونو. اي بياتي ريجونالي، اي جينيتوري، هاخد على الاسم العاقل؟ لا ما اخدش ابدا على الاسم العاقل اللي يسبقه حرف جر، يبقى ارجع للاسم اللي قبل النقط، اسم جامعة يبقى في الحالة دي هيكون بياتشونو، هختار بياتشونو. هنا الاسم اللي بعد النقط هيكون جامعة، يبقى هختار بياتشونو. اسم الكلمه اللي بعد النقط فعل مصدر، يبقى هيكون بياتشي، الوحيد اللي بيجي وراه فعل مصدر، فعل مصدر يبقى في الحاله دي هختار مي بياتشي. هنا نيل فوتورو كلمه تدل عن الزمن، وبعد النقط عندي فعل مصدر، يبقى في الحاله دي هختار فوراي. اي جوفاني يابيتي، الكلمه اللي بعد النقط للتعريف جمع، يبقى هختار بياتشونو. دا جراندي كلمة تدل عن الزمن، يعني دا جراندي لما اكبر، وعندي فعل مصدر، يبقى هختار فوراي. مي هسيب مولتو، هاخد على الاسم اللي بعد مولتو اسم جامعة، يبقى في الحالة دي هيكون بياتشونو. درس سهل جدا بسيط جدا. تعالوا بقى نبتدي مع بعض المنهج بتاع تالتة ثانوي، وهنبتدي بالازمنة. هنعمل الخريطة بتاعت الازمنة بتاعتنا، نراجع مع بعض الأزمنة كلها. طيب إيه اللي أنا لازم أعرفه في الأزمنة؟ أول حاجة لازم أعرفه عشان أقدر أفرق بين زمن والتاني، الكلمات الدالة بتاعت كل زمن دي عشان أقدر أختار، لأن في الاختيارات هيحط لي مثلا زمن المضارع، مستقبل، ماضي مركب. طب هختار إيه في التلاتة لو التلاتة ينفعوا لنفس الفعل؟ لازم أبص على الكلمات الدالة. طيب أول زمن إحنا أخدناه اللي هو المستقبل البسيط اللي خص تالتة ثانوي. المستقبل البسيط، ايه اللي انا لازم اعرفه في المستقبل البسيط؟ الكلمات الداله. تعالوا نشوف مع بعض الكلمات الداله بتاعت المستقبل البسيط. عندي دومعني وبراسيمو، اخر حرف بيتغير فيها حسب الفتره الزمنيه اللي بيجي قبل منها. دا جراندي، ستاسيرا، فرا وترا، وعندي سي، تنسوش قاعده سي وهنراجعها مع بعض دلوقتي. طيب التصريف بتاع المستقبل البسيط ايه؟ الفعل لما يكون ايو هينتهي برو، تو هيكون راي، لوي لاي او لاي بتاعت صيغه الاحترام هيكون را، نوي هيكون ريمو، فوي ريتي، لورو رانو. طيب ايه اللي انا لازم اعرفه كمان؟ عندي قاعده سي بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان السي لازم يجي وراها حدثين. طب الحدثين دولت اعمل بيهم ايه؟ بيقول لي الحدث الاولاني لازم يكون دايما يا اما مضارع يا اما مستقبل بسيط، والحدث التاني لازم يكون دايما مستقبل بسيط. طب نراجع مع بعض المضارع والمستقبل البسيط. نراجع مع بعض المضارع، الكلمات الدالة بتاعت المضارع عندي اوجي، اورا، adesso، دي سوليتو، دا، واوني. طبعا دا بيجي وراها فترة زمنية واوني بيجي وراها فترة زمنية. طيب تعالوا نشوف التصريف بتاع زمن المضارع. عندي ايو الفعل هينتهي بأو، تو هينتهي بإي، لوي او لاي او لاي بتاعت صيغة الاحترام ا او اي، نوي هيكون يامو، فوي اما اتي اما ايتي اما ايتي، لورو انو او اونو. طيب الافعال الشاذة، تعالوا نشوف الافعال الشاذة بتاعت المستقبل البسيط. عندي اسري وافير، التصريف هو متصرف في المستقبل البسيط اهوت، وما تنسوش ان ده بنحتاجه كتير في المستقبل المركب، لان بيكون عندنا المساعد اسري وافير متصرفين كده بالشكل دوت في المستقبل البسيط. وعندي الفعل فاري واندري وفينيري، تمام ده بيكون شكله اهوت
دي كلها افعال شاذة لازم اكون عارفة شكلها كويس جدا. طيب خلاص رجعنا كمان على المضارع، لان عندنا المضارع في قاعدة سي، وطبعا قاعدة سي انا كنت شرحها بالظبط بكل افكارها في فيديو من الفيديوهات اللي موجودة عندكم على اليوتيوب. طيب هبقى احط لكم برضو اللينك بتاعها. ايه الزمن اللي احنا عاوزين نراجع عليه تاني؟ المستقبل المركب. بيقول لي ايه بقى المستقبل المركب؟ لازم اكون عارفة برضو الكلمات الدالة بتاعت المستقبل المركب. الكلمات الدالة اللي هي ايه؟ dopo che، appena، non appena، و quando. طيب الكلمات دي لما الاقيها في اول الجملة بيجي، اول الجملة بيجي وراها دايما حدثين. طيب حدثين، قبل ما نشوف الحدثين لازم نشوف التصريف بتاع المستقبل المركب، التكوين بتاعه. مستقبل مركب يعني بيتكون من كلمتين، الكلمتين اللي هما ايه؟ المساعد يا اما essere يا اما avere زائد البي بي اللي هو التصريف الثالث، تمام؟ واسري او افيري متصرفين في المستقبل البسيط زي ما انا قلت لكم هنا، فلازم تكونوا عارفين كويس جدا التصريف بتاعها. طيب بتقول لي ايه بقى المستقبل المركب؟ بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان بعد الكلمات الداله دي لازم يجي وراها حدثين. طب الحدث الاولاني بيجي وراها ايه؟ بيجي وراها الفعل مستقبل مركب، والحدث الثاني مستقبل بسيط. يعني اما هيشيل الحدث الاولاني ويقول لي احط الفعل، يا اما هيشيل الحدث الثاني وهيقول لي احطي المستقبل البسيط. يبقى انا عارفه ان بعد كواندو عندي مستقبل مركب، حدث اولاني، والحدث الثاني مستقبل بسيط. خدوا بالكم ان السي وقاعده سي والمستقبل المركب ممكن الاقيها، الكلمات ممكن الاقيها في اول الكلمه، اول الجمله كده، او في نصها. طب لو قاعده سي لقيتها في نصها بيجي وراها دايما برضو يا اما مضارع يا اما مستقبل بسيط، والحدث اللي قبل منه مستقبل بسيط. هنا نفس الموضوع، لقيت كواندو، ابينا، دابو كي، نون ابينا في نص الجملة، بعديهم بيجي ورا دايما مستقبل مركب، واللي قبليهم هيكون دايما مستقبل بسيط، تمام؟ طيب طبعا برضو المستقبل المركب انا شرحات بالظبط برضو هتلاقيه في الفيديوز في البلاي ليست بتاع تالتة ثانوي. طيب ايه اللي انا لازم اعرفه كمان؟ لازم اعرف ان بدل ما انا عندي اسري او افيري، لما يكون في اسر دايما يكون في طبيعيه. يعني ايه يكون في طبيعيه مع المساعد؟ اسر يعني اخر حرف في التصريف الثالث بينتهي بأ لو مفرد مذكر، لو الفعل مفرد مذكر، بقى لو مفرد مؤنث، بإي لو جمع مذكر، بإي لو جمع مؤنث. كلام ده بس مع المساعد اسر طبيعيه. طيب ايه الزمن الثاني اللي انا اخدته؟ اخدت كمان الماضي المركب. ماضي مركب زي مستقبل مركب بيتكون من كلمتين. ايه هما الكلمتين دولت؟ تعالوا نشوف الاول الكلمات الدالة بتاعة الماضي المركب. عندي ييري، سكورسو، باساتو، اخر حرف بيتغير فيها حسب الفترة الزمنية اللي بتيجي قبل منها. وعندي سماتينا وفترة زمنية زائد فا، تمام؟ ما تنسوش ان دا كلمات تدل عن المضارع، فا كلمات تدل عن الماضي المركب، وفرا وترا كلمات دل عن المستقبل البسيط، تمام؟ طيب تعالوا نشوف بقى التكوين بتاع الماضي المركب. بيتكون دايما من اسري، مساعد اسري او افيري، زائد التصريف الثالث. واسري وافيري بقى هنا متصرفين في المضارع، بصوا متصرفين في المضارع، زائد التصريف الثالث. وبرده لما يكون عندي المساعد اسري لازم يكون في طبيعيه. يعني ايه طبيعيه؟ يعني اخر حرف في التصريف الثالث زي ما قلت لكم بيتغير بأ لو مفرد مذكر، ا مفرد مؤنث، اي جمع مذكر، اي جمع مؤنث. تمام كده الصوره واضحه بتاعت الازمنه، كل الافكار طبعا احنا واخدينها وعارفينها، انا بس حبيت اقول لكم الصوره كلها كامله، لكن الافكار بتاعت كل زمن احنا اخدناه احنا مراجعين عليها وقايلها لكم وقلنا التركات بتاعتها كلها. طبعا هنشوف ازاي نحدد الفعل دلوقتي. طيب انا دلوقتي لما يقول لي اسري او افيري، لو لقيت في التصريفات اسري وافيري الاثنين ينفعوا في نفس الـ مع نفس الـ سوري الفعل، انا لازم اعرف ايه؟ لازم اعرف ان اسري بيجي معاهم 11 فعل. لما الاقي بعد النقط ال 11 فعل دول او ال 11 فعل دول متصرفين في التصريف الثالث، اعرف على طول ان انا هاخد المساعد اسري مش افيري.
اي حاجه غير الافعال دي هختار avere على طول. يعني عندي andare, venire, uscire, entrare, arrivare, ritornare, partire, tornare, rimanere, stare, diventare. الافعال دي كلها بتاخد المساعد essere. هلاقيهم ازاي؟ يا اما متصرفين في التصريف الثالث تمام، يا اما هلاقيهم موجودين كده مصدر لو انا بتكلم عن الافعال الخادمه في الماضي المركب، لان طبعا الافعال الخادمه هتكون متصرفه في التصريف الثالث وبيجي وراه فعل مصدر، لان الافعال الخادمه لازم يجي وراه فعل مصدر تمام. ففي الحاله دي انا لما الاقي ال11 فعل دول اعرف على طول ان هختار المساعد اسري. ازاي نحدد الفاعل في الجمله؟ في كذا طريقة ان انا اقدر احدد بها الفاعل، والفاعل بيبان على كذا شكل. الشكل الاولاني طبعا اللي هي اسهل حاجة، ان الفاعل ممكن يبان على شكل ضمائر كده اي وتو لوي وهكذا. الحالة التانية ان انا ممكن الاقي الفاعل متصرف في الزمن اللي احنا بنتكلم عنه، مستقبل بسيط او مستقبل مركب او مضارع او هكذا تمام. يعني ممكن اقول بعده، طب بعده دي متصرفه مع مين؟ متصرفه مع ايه؟ انا عارفه ان الفعل لما ينتهي يكون لا. طب مستقبل بسيط لما اقول مثلا فيرا، طب فيرا دي را دي متصرفه مع ايه؟ مع ايه؟ يبقى ممكن يكون الفعل بيجي على شكل فعل متصرف. او الجدول دوت، الجدول ده مهم جدا ان انا اكون حافظاه. لما الاقي كي او اونيونو او كوالكونو او توتو او توتا، كلاس، جانت، جروبو، بصرفهم مع لوي او لاي. ما تنسوش عشان الجزء ده مهم، أداة التعريف، أداة الإشارة، الحاجات دي كلها لازم أكون عارفاها، لأن مش كل مرة هيجيلي بالشكل دوت. فالجدول ده لازم أكون حافظاه. طب بيجيلي ازاي كمان؟ بيجيلي غير لما بيجيلي، لما أجي أقول زي ما أنا قلتلكو برضو مع لوي ولاي، لما ألاقي جروبو أو ألاقي كلاس، حتى لو هو متكون من أشخاص كتيرة بس هو جروب واحد او كلاس واحد او فاميليا واحده تمام. ما بقولش توت لي فاميليا، لو انا قلت توت لي فاميليا هصرف مع لورو، لكن لو انا قلت لا فاميليا عيله واحده هصرف مع لاي تمام. وباند طبعا بصرف مع لاي. حاله الجو، ما تنسوش حاله الجو دايما انا بصرفها حسب الزمن اللي انا بتكلم فيه، طبعا بصرفها مع لوي او لاي. في الحاله دي عمري ما اختار الاقي بيوفيرا، لا بيوفيرا، لا بيوفيريمو، عمري ما اختارها ابدا. دايما حاله الجو بصرفها مع لوي او لاي تمام. طيب تعالوا نشوف لما اجي الاقي بقى صفات الملكيه كفاعل في الجمله اقدر اصرفه ازاي تمام. لو انا قلت مثلا، لو انا قلت جت الصفات الملكيه قبل النقط تمام، لو لقيتها جمع انا بصرف مع لورو. يعني في الحاله دي مثلا il mio progetto، حط القلم مثلا، بصوا هنا لقيت صفات الملكيه قبل النقط بصرف مع ايه؟ بصرف لو مفرد بصرف مع لوي ولاي، لو جمع بصرف مع لورو لو لقيتها قبل النقط. يعني هنا الميو بروجيكتو هيكون ايه؟ سارا، بصرف مع لوي او لاي. اي مياي بروجيكتي بصرف مع لورو هيكون سارانو. هنا قبل النقط صفات الملكيه il mio بصرف مع ايه؟ بصرف مع لوي هيكون اندرا. اي مياي اميتشي بصرف مع لورو هيكون اندرانو. طب لو انا لقيت بقى صفات الملكيه بعد النقط، لو انا لقيت صفات الملكيه بعد النقط بستخدم الجدول ده. يعني لما الاقي حرف الام اعرف ان انا هصرف مع ايه الفعل، لو لقيت حرف التي اعرف ان انا هصرف الفعل مع تو، لقيت اس اعرف ان انا هصرف الفعل مع لوي او لاي، لقيت لان هصرف مع نوي، لقيت لافو هصرف مع فوي، لقيت لال هصرف مع لورو. يعني مثلا انا بعد النقط هنا ايه؟ عندي اهو صفات الملكيه، كون لام يبقى هصرف مع ايو، يبقى في الحالة دي هيكون أشيرا. بعد النقط لقيت حرف التي صفات الملكية مع التي هصرف مع تو هيكون أشيراي. ده بالنسبة للجملة الخبرية، بالنسبة ان انا ادوات الملكية بتصرف معها كفعل. طب اعرف امتى انا بستخدم الجزء دوت؟
لان انا بلاقي بصوا افعال في الاختيارات، بلاقي افعال. طب يبقى انا لازم احدد الفاعل، والفاعل هنا بيجي لي على هيئه ايه؟ ادوات الملكيه وصفات الملكيه، تمام. طب افرض جات لي سؤال واجابه، بتصرف معاها ازاي في حاله ان هو سؤال واجابه؟ لو انا لقيت قبل النقط او بعد النقط جمع، بصرف مع لورو. يعني انا لقيت هنا مثلا ايت واي جمع، بصرف مع لورو، هيكون اريفر عنه. قبل النقط جمع، بصرف مع لورو، يبقى انا برضو هحط رانو. طب لقيت مفرد قبل النقط او بعد النقط، بصرف مع لوي او لاي. يعني بعد النقط هنا ده سؤال، ها بعد النقط ايل ميو. خدوا بالكم كمان، عاوز اقول لكم ان دايما دي لازم يسبقها حرف جر. بصوا هنا بيسبقها حرف جر، تمام. هنا مش هيسبقها حرف جر، الاقي هنا على طول مفرد، هصرف مع ايه؟ مع لوي. يبقى في الحاله دي هيكون الريفيرا. قبل النقط لاميا، هصرف مع ايه؟ هصرف مع لاي، وهيكون برضو الريفيرا. ده بالنسبه ان انا اجي احدد الفاعل كصفات ملكيه. طب تعالوا بقى نحل مع بعض ونشوف هنحل مع بعض ازاي. هنا دومعني ايو سهله جدا، دومعني كلمه تدل عن المستقبل، كده كده الاختيارات كلها مستقبل. ايو يبقى هتكون اندرا. ستاسيرا نوي هتكون ايه؟ ريمو. ما مستعجل، مستعجل عشان يلف، هيكون ايه؟ مانجي ريمو. ريمو دومعني احمد، بصرف مع لوي، هيكون ايه؟ نهايه الفعل هتكون را. سينيورا صيغه احترام، را فيسيترا. دينو كوما اسمه، كوما بصرف مع تو، يبقى هيكون ايه؟ راي، هيكون جوارديراي. خدوا بالكم ان انتوا لازم، انا ساعات بتلخبط وقلتها لكم قبل كده ان انا ما بقراش الجمله للاخر، لا نقراها بقى للاخر. دومعني مستقبل، توتا لا فاميليا، لا فاميليا عيله واحده، هتكون بصرف مع لاي، هيكون اندرا. دومعني وعندي هنا حاله الجو، يبقى را، بصرف مع لوي او لاي. دومعني حاله الجو، هيكون برضو را. دومعني ايو دوفرا، دي افعال خادمه صح؟ الافعال الخادمه لازم يجي وراها مصدر، يبقى هيكون مصدر بينتهي اري. فوراي لازم يجي وراها فعل مصدر، هيكون اوشيره. ابوسيبيلي، يمكن انا ما قلتلكوش قبل كده في الفيديوهات بتاعتي، بس قلتها يعني لطلابي، لما الاقي ابوسيبيلي دي لازم اختار وراها مصدر، تمام؟ لازم اختار وراها مصدر، يبقى هيكون اوشيره. لا سيتيمانا، هنا بيطلب مني الكلمه الداله. اندرو ده ايه؟ مستقبل بسيط صح؟ يبقى هيكون بروسيما، لان انا عندي سيتيمانا هنا فتره زمنيه مؤنث، هيكون بروسيما. الميسي اندرو، الميسي ده مذكر وهيكون بروسيمو، لان الكلمه الفعل متصرف في المستقبل البسيط. ما تنسوش ان السيف مؤنث، مفرد مؤنث، ها لستاتي، لستاتي هيكون بروسيما، لان انا عندي هنا كلمه تدل عن المستقبل البسيط. دينو كي كوزا فاراي ستاسيرا، ده سؤال واجابه، ها يبقى لما بلاقي في السؤال متصرف مع تو، في الاجابه هصرفه مع ايو، هيكون اندرو اتروفاري اي نونني. Il treno arriverà alla stazione، وعندي هنا arriverà مستقبل، يبقى انه كلمة تدل عن المستقبل. انا قلت ده زائد فترة زمنية، ده بيكون مضارع، وانا عندي الفعل هنا متصرف في المستقبل البسيط. وعندي هنا فترة زمنية زائد فا، انا قلت لكم ان ده ماضي، يبقى الوحيدة اللي تنفع هتبقى فرع ونورة، تمام؟ فرع زائد فترة زمنية. طيب نبتدي مع بعض بقى مع الافعال المنعكسة. تعالوا نشوف الافعال المنعكسة مع بعض. اول حاجة الفرق بين الافعال العادية والافعال المنعكسة. افعال منعكسة يعني فاعل ومفعول هو نفس الشخص، مفيش فاعل تاني. لو لقينا نهاية الجملة فاعل تاني، يبقى احنا بنستخدم الافعال العادية جدا، بنستبعد الافعال المنعكسة. طيب نبتدي مع بعض نشوف ايه هو اللي بيخلينا نفرق بين الافعال العادية والافعال المنعكسة. الضمير المنعكس
الضمير المنعكس لازم يكون موجود في الاختيارات. طيب تعالوا نشوف الضمائر المنعكسة. ايو بتاخد مي، تو بتاخد تي، لوي ولاي او اللاي بتاعت صيغة الاحترام بتاخد سي، نوي هتاخد شي، فوي هتاخد بي، ولورو هتاخد سي. الافعال المنعكسة زي الازمنة كلها زي الافعال العادية، عندنا الافعال المنعكسة في المضارع وفي الماضي. طيب تعالوا نشوف مع بعض الافعال المنعكسة في المضارع شكلها عامل ازاي، نفرقها ازاي بين زمن والتاني. طبعا الكلمات الدالة لازم نراجعها كل مرة. عندي oggi، adesso، ora، sempre، ogni زائد فترة زمنية، di solito، da زائد فترة زمنية. طبعا احنا عارفين الكلمات الدالة بتاعت المضارع. طب تعالوا نشوف شكلها عامل ازاي. اهو الفاعل، الضمير المنعكس، ونهايات المضارع. الفاعل، الضمير المنعكس، ونهاية المضارع. طيب تعالوا نشوف مع بعض الأفعال المنعكسة في الماضي. الكلمات الدالة بتاعت الماضي عندي ييري، سكورسو، آخر حرف بتغير فيها حسب الفترة الزمنية اللي قبلها، فترة زمنية زائد فاوستا ماتينا. طب بيكون شكلها عامل ازاي؟ اهو مش احنا عارفين ان الماضي المركب بيتكون من أسر المساعد أسر او أفير الزائد التصريف الثالث؟ لا، مع الافعال المنعكسة بس هنلاقيها مع أسر بس، مع المساعد أسر بس. هيكون الفاعل، الضمير المنعكس، والمساعد أسر زائد التصريف الثالث. لو لقينا أفير ما يبقاش فعل منعكس، مش هيكون أفعال منعكسة. أسر الأفعال المنعكسة بتيجي بس مع المساعد أسر زائد التصريف الثالث. طيب أسر يعني لازم يكون في طبيعية، صح؟ اه لازم يكون في طبيعية لأن المساعد أسر. يعني ايه طبيعية؟ يعني آخر حرف في التصريف الثالث هيتغير زي ما قلنا كل مرة. او لو مفرد مذكر، أ مفرد مؤنث، إي جمع مذكر، وإي جمع مؤنث. طيب أخدنا ايه كمان في الأفعال المنعكسة؟ أخدنا الأفعال المنعكسة في المصدر. أفعال منعكسة في المصدر ليها كم شكل؟ ليها كذا شكل. طيب تعالوا نشوف مع بعض الأفعال المنعكسة في المصدر. عندنا لما بيجي بنختار مصدر منعكس إمتى؟ لما بلاقي حرف الجر أ أو بير أو فعل متصرف في المضارع قبل النقط، يبقى ساعتها أنا هختار فعل متصرف نهايته ضمير منعكس. طب تعالوا نشوف شكله عامل إزاي. أهو بصوا، لقيت قبل النقط حرف الجر بير او ا، تمام، وفعل متصرف في المضارع، ساعتها انا لازم احط الضمير المنعكس. الفعل بيجي بالضمير المنعكس. طب الشكل الثاني بيقول لي ايه الافعال المنعكسه؟ بتيجي مع الافعال الناقصه. فاكرين ايه هي الافعال الناقصه؟ اه تعالوا نشوفها مع بعض. عندي potere، dovere، volere. الافعال دي كلها لما الاقيها متصرفه قبل النقط، تمام، انا بختار ضمير منعكس برضو بطريقتين. لو انا لقيتها متصرفه على طول قبل لو انا لقيت الضمير المنعكس على طول قبل الافعال الناقصه، يبقى ساعتها انا هختار الفعل مصدر. يعني ايه الفعل مصدر؟ يعني ينتهي بآري إيري إيري. طب افرض انا ما لقيتش الضمير المنعكس ده هنا، لو انا ما لقيتش الضمير المنعكس ده هنا هلاقيه في نهايه الفعل. يعني ايه في نهايه الفعل؟ يعني هيكون كده مصدر بالطريقه دي كده. يعني الضمير المنعكس يا اما الاقيه قبل الافعال الناقصه، يا اما هلاقيه في نهايه الفعل المصدر. طب لو انا لقيتها قبل الافعال الناقصه هعمل ايه؟ المصدر هينتهي بآري إيري إيري عادي جدا. طبعا افكار الدرس قلناها كلها وهتلاقوها كلها موجوده على اليوتيوب. طب تيجوا نحل مع بعض، نشوف هنحل ازاي. هنا راجعتسي وكاما، راجعتسي وكاما انا بصرف مع بوي، صح؟ طيب اكي ورا دوفيتي، دوفيتي يعني لازم اختار فعل منعكس، تمام، الضمير المنعكس لازق في الفعل، لازق في المصدر. هنا رجعت سيو كاما بصرف مع فوي، الضمير المنعكس هيكون في، يبقى هيكون فيديرفي. مي ديسبياتشي اوجي نون بوسيامو، بوسيامو دي متصرفه مع مين؟ متصرفه مع نو، يعني الضمير المنعكس هيكون شي. يعني possiamo، possiamo ينفع احط تشي vediamo؟ لا، لان التشي دي يا اما قبل الافعال الناقصه يا اما لازقه في المصدر، يبقى ساعتها هحط دي اللي لازقه في المصدر، تمام، دي هستبعدها خالص.
sono Mario. Ieri sera io e Alessia, يبقى انا بصرف مع ايه؟ بصرف مع noi. تمام؟ وهو لما يجي يقول لي sono Mario عشان هو بيتكلم عن التبعية مذكر مع مؤنث، احنا عارفين ان هو هيكون جمع مذكر، يعني التصريف الثالث هينتهي يكون لا. طيب هنا io e Alessia ci siamo vestiti. بصوا ليه قال لكم sono Mario؟ لان في كمان ci siamo vestite، دي هستبعدها وهتكون دي io e Alessia بصرف مع noi، يبقى الضمير المنعكس هيكون ci والتصريف الثالث هينتهي يكون لا i، لان مذكر مع مؤنث بيدينا جمع مذكر. نشوف بقى مع بعض اخر درس في الجراماتيكا اللي هو ضمائر المفعول. ايه هي ضمائر المفعول؟ هديكم سيمبيو مثلا، ينفع انا اقول مثلا حد يسالني ويقول لي تعرفي باولو؟ هنرد اقول نعم اعرف باولو، ولا نعم اعرفه. يبقى الضمير المفعول دوت ضمير بيبدل الاسم عشان ما كررش الاسم كذا مره، بيجي على هيئه سؤال واجابه او جمله خبريه. طيب ليه كذا شكل؟ عندنا خمس دروس تخص ضمائر المفعول. نبتدي بضمائر المفعول بدون أغيره، يعني في المضارع شكله عامل ازاي. عندي لي للجمع المذكر، لي للجمع المؤنث، لا للمفرد المؤنث، لو للمفرد المذكر. يعني مثلا اهو voi invitare Paolo، انا ببدل باولو دي بلو، باولو ده لو مفرد مذكر. طب كيارا دي ببدلها بايه؟ بلا مفرد مؤنث. تمام؟ وطبعا شروط الدرس احنا خدناها قبل كده وعارفينها، ان احنا بناخد على الاسم اللي قبل علامة الاستفهام. طب افرض لقيت كوما زمن باخد على اللي قبله، لقيت اي حرف جر او ده لا باخد على اللي قبله، والكلام دي كلها الحاجات دي كلها احنا قلناها. طيب عندي كمان ضمائر المفعول في وجود افيري، يعني في الماضي المركب. تمام؟ طيب بيكون شكله عامل ازاي؟ احنا عارفين ان ضمائر المفعول في الماضي المركب بيتكون من افيري زائد التصريف الثالث. تمام؟ افيري الفعل، افيري بس المساعد، افيري بس زائد التصريف الثالث. طيب بستخدم برضو اللي، تمام، للجمع المذكر ونهايه التصريف الثالث، لان لازم يكون في تبعيه، نهايه التصريف الثالث تنتهي يكون لا ايه. ليه للجمع المؤنث ونهايه التصريف الثالث تنتهي يكون لا ايه. الابوستروفو للمفرد المؤنث ونهايه التصريف الثالث تنتهي يكون لا ا. الابوستروفو للمفرد المذكر ونهايه التصريف الثالث ينتهي يكون لا او. يعني لازم يكون في تبعيه، يعني اخر حرف في التصريف الثالث بيتغير ل او ا اي او اي. يفرق ايه عن الضمائر المفعول في المضارع او في الماضي؟ يفرق بس في الابوستروفو. وبعد كده عندنا وجود افيري، لازم يكون تصريف فعل افيري موجود ونهايه التصريف الثالث بيتغير لان بيبقى عندنا تبعيه. طيب اخذنا ضمائر المفعول ايه كمان؟ اخذنا قاعده سابيري. بتقول لي ايه قاعده سابيري؟ بتقول لي ان انا ببدل الجمله كلها بضمير واحد بس اللي هو لو. تمام؟ بشرط ان انا في السؤال والاجابه الاقي في نهايه الاجابه تصريف فعل سابيري، لان لو انا ما لقيتش في الاجابه تصريف فعل سابيري مش هستخدم قاعده سابيري. تمام؟ يبقى انا ببدل بس بلو. طيب لقيت ماضي مركب بحط ال ابوستروفو، لقيت اي تصريف فعل افيري يعني مثلا لو سابوتو مش هحط لو و او سابوتو، احط ال ابوستروفو. تمام؟ الافكار دي كلها طبعا احنا قلناها، احنا بنراجع بس كده على السريع. اخدنا ايه كمان في ضمائر المفعول؟ اخدنا قاعده ني. بتقول لي ايه قاعده ني؟ بتقول لي ان يوجد في نهايه الجمله الخبريه او في نهايه الاجابه لو سؤال واجابه اي كلمه تدل عن الكميه او عدد. كلمه تدل على الكميه، هو عندي مولتو تروبو بوكو باكي باكي ام بايو فيت بياتو هكذا، وعندي طبعا العدد 3 2 4 اتشيترا. خدوا بالكم من الكلمات الدالة، او خدوا بالكم لو انا لقيت اداة تعريف قبل الرقم يبقى انا كده بتكلم عن الساعة. تمام؟ فدي كلها حاجات كلمات احنا بنراجعها على السريع. في عند حطيت لكم قبل كده الكلمات اللي ما تنفعش نختار فيها قاعدة اتنين، لان ممكن يقول لي مثلا دو جورني يومين، هستخدم قاعدة اتنين؟ لا مش هينفع استخدم قاعدة اتنين. طيب قاعدة اتنين
بيبقى فيه تبعية مع لما لا يكون فيه عبيري، بيكون فيه يوجد تبعية مع ني في وجود عبيري. يعني ايه تبعية؟ يعني طبعا اخر حرف في التصريف التالي بيتغير. فانهي حالة؟ طبعا لما الاقي العدد انا ما باخدش التبعية مع العدد، باخد التبعية مع الكلمة اللي انا بستبدلها، الكلمة اللي قبل علامة الاستفهام. ولو لقيت تمييز انا باخد التبعية مع التمييز بالطريقة دي كده، لكن العدد ما باخدش عليه تبعية، باخد تبعية ايه؟ على الكلمة اللي قبل علامة الاستفهام. تمام؟ طيب اخدنا انه درس كمان في ضمائر المفعول، اخدنا ضمائر المفعول المتكلم اللي بتيجي بس على هيئة ايه؟ لما انا اجي اوجه كلام لشخص. تمام؟ طيب بيبقى شكله عامل ازاي؟ عندنا قبل الفعل وبعد الفعل. طبعا تي قبل الفعل انا بوجه الكلام لشخص، بستخدم تي وتي بعد الفعل. طبعا دول الضمائر المفعول العادية جدا قبل الفعل وبعد الفعل. لا ال كابيتال صيغة احترام، تشي قبل الفعل نوي بعد الفعل، في قبل الفعل فوي بعد الفعل، وطبعا دول الضمائر المفعول العادية جدا. تمام؟ طيب اهو بيكون شكله عامل ازاي الضمائر المباشرة اهي. لا سينيور ماركو لا بريجو دي اسبيتاري، او سينيورينا بصو اسبيتار. لا في الحالة لما يكون في الافعال الناقصة، الضمائر المفعول دي كلها ممكن تكون لازقة في المصدر، بشرط ان لازم الاقي قبل الفعل الافعال الناقصة متصرفة. تمام؟ زي الافعال المنعكسة بالظبط. طيب تعالوا نشوف مع بعض هنا. بصوا هنا voy invitare لما بيكون لازقه في المصدر، ها voy invitare باولو سي voglio، اهي مش دي افعال ناقصه؟ باولو ديت الضمير المفعول هيكون ايه؟ لو مفرد مذكر، اهو لازق في المصدر قبل علامه الاستفهام. عندي لا بيتزا، عندي هنا افعال ناقصه، يبقى في الحاله دي الضمير المفعول هيكون لازق ايه؟ لازق في المصدر. الدروس كلها شبه بعضيها، لازم احنا بس نعرف التكات بتاعتها ويكون عرفنا كل درس وشروط كل درس وهنعرف نحل. تعالوا نحل مع بعض كام سؤال. تعالوا بقى نحل مع بعض. هنا كونوشي مولت باند امريكاني، سؤال واجابة. نو كونوسكو بوكي، بوكي جزء من الكمية يعني قليل، يعني انا باخد ني قاعدة ني. كارلو ادينو انو راكولتو اي ريفيوتي دا سول. اللي عالتري باخد على الكلمة اللي قبل في الجملة الخبرية، باخد على الكلمة اللي قبل النقط. اللي عالتري دي بصرفها مع ايه؟ بصرفها مع لورو. ابورتالي الكاسونيتو، يبقى هيكون ايه؟ لورو جمع مذكر بصرف مع ايه؟ هيكون لي عنو ايوتاتي. لماما اجا بريباراتو نا بوانا تورتا. ايه؟ بعد النقط عندي تري فت عدد. تمام؟ والتمييز طبعا انا عندي هنا عبيري، يعني لازم يكون في تبعية مع التصريف التالت. لما يكون في العدد لوحده هياخد طبعا على الكلمة اللي قبل، هتكون طبعا جمع مؤنث، بس انا هياخد برضو التبعية مع التمييز، يبقى لازم ينتهي كون لا ايه، هيكون نيو مانجاتي تري فت. Hai letto il libro di storia? Non tutto, مش كله، solo 20 pagine. مستعجل ومش عاوزني احل. ثواني يا شباب، قلب على المواقف على طول. انا عندي هنا بعد النقط solo 20 pagine، جزء من الكمية 20 صفحة، هيكون طبعا هاخد الطبيعية، مش هاخد الطبيعية هيكون ليبرو دي ستوريا، ليبرو جمع مذكر، لا هاخد عندي تمييز بينتهي كون لا ايه، هيكون نيولاتي. ha invitato tutti gli amici di Marco؟ سي عندي هنا tutti الكمية كلها، يعني هستبعد خالص ني. طيب انا هاخد على ايه؟ هاخد على الكلمة اللي قبل الحرف الجر دي، هاخد على gli amici بصرف، هيكون لورو وجمع مذكر هيكون لي، هيكون ليا invitati. quando hai comprato questa giacca؟ بصوا خدوا بالكم ان poco ديت مش جزء من الكمية، لان انا عندي فترة زمنية poco fa يعني من قليل. تمام؟
بعد النقط كويستا جاكا مفرد مؤنث، بعد النقط عندي او في الاجابه هيكون ال apostrofo. Queste scarpe sono belle. Ieri un paio cos'è nel che meia هيكون ne ho comprato. لان انا طبعا مش هاخد على سكاربي هقول كومبراتي، لا هاخد التبعيه مع التمييز بايو بينتهي كون لا او هيكون نيو كومبراتو. محتاجه طبعا خلصنا الجزء بتاع الجراماتيكا، محتاجه بس ان انتوا تاخدوا بالكم كويس جدا، عرفتوا كل درس ايه الافكار بتاعته يبقى انتوا خلاص عرفتوا تحل، مفيش اي حاجه هتقف معاك. نبتدي بقى بالمواقف، نشوف المواقف مع بعض. هنا quando faccio progetti تخطيطات، انا لما اجي اخطط تمام في كلمات مهمه الافعال دي لما اجي الاقيها متصرفه، دي كلمه اهي ده جراندي يعني فتره الكبر، وعندي اورجانيزار الافعال اللي انا هقولها دي كلها دلوقتي، لقيتها متصرفه خدوا بالكم في المستقبل البسيط مش في المضارع، لقيتها متصرفه في المستقبل البسيط اعرفوا على طول ان انا بتكلم عن بروجيكتي، زي اورجانيزاري بارتيسيباري كومينشاري كلها متصرفه في المستقبل البسيط، ميتري بريزنتاري فاري وعندي كومبراري. الافعال دي كلها لقيتها متصرفه في المستقبل البسيط فورماري يبقى انا بتكلم عن بروجيكتي تمام تخطيطات، وعندي كمان andare يعني andrò in vacanza progetti بخطط ان انا هروح اجازة تمام، formerò una band بخطط ان انا هكون فرقة تمام، progetti كلهم هلاقيهم متصرفين في المستقبل البسيط، passare passerò la vacanza con i miei genitori تمام هقضي الاجازة مع مامتي وبابايا، يبقى progetti متصرفين كلهم في المستقبل البسيط. وعندي اهو هلاقيهم هم متصرفين، بصوا محطوطين ازاي في الجمل، quest'anno parteciperò مستقبل بسيط تخطيطات، organizzerò una festa تخطيطات، metterò dei soldi da parte da grande comprerò una Ferrari، cominceremo presenteremo passeranno، هلاقيها بالشكل ده كده اعرفه على طول ان هي هتكون progetti. Quando faccio ipotesi e frodot لما اقول sarà زائد اي رقم زي لونا le due تمام mezzogiorno او mezzanotte انا بتكلم عن الساعة يبقى افرادوت انا مش عارفة الساعة كام بالظبط تمام، لما اقول non avrà più ما عندهوش اكتر من مثلا تمام non avrà più di 20 anni non avrà più di 30 anni تمام، اي رقم والسن اعرفه على طول ان هو ايبوتيسي، الاقي اي رقم زائد السن اعرفه على طول عني 30 عني 20 عني اعرفه على طول ان انا بتكلم عن ايبوتيسي، اي رقم عامه لما اقول مثلا 20 كيلو 10 كيلو اعرفه على طول ان هي ايبوتيسي. افرا ده فعلي ان هو احتمال ان هو يكون مشغول، لو لقيت سارا زائد اي اسم سارا ستيفانو سارا لاسيا سارا دينو سارا زائد اي اسم يبقى سارا زائد اي رقم، اي رقم عامه ايبوتيسي هتكون كلها افرادات، صرع زائد اي اسم هتكون كلها افرادات ايبوتيسي. لما اجي اقول صرع اي مستقبل مركب صرع انداتو صرع فينو اي مستقبل مركب اعرفه على طول ان هو بيكون ايبوتيسي، لما اقول شيركا زائد رقم برضو هيكون ايبوتيسي تمام، لما اجي اقول افرا زائد اي رقم بيكون ايبوتيسي، افرا زائد اي رقم ipotesi. Lama gi aho saranno le 8 sarà già mezzogiorno mezzanotte non avrà più di 20 anni اي كلمه الاقيها اي رقم زائد anni اعرفه على طول ان هي ipotesi. circa 15 chili اي رقم زائد chili اي مستقبل مركب تمام، avrà più o meno 40 anni sarà زائد اي اسم اعرفه على طول ان هو ipotesi. previsioni توقعات، حالة الجو دايما بتكون توقعات، بيوفيرا كالدو فريدو بلا جورناتا بل تيمبو اعرفوا ان هي بتكون دايما توقعات. وخدوا بالكم حاجة تانية لما اجي اقول nel futuro nei prossimi giorni negli anni prossimi توقعات في السنين اللي جاية كلها، اي كلمة تدل عن الايام اللي جاية او السنين اللي جاية اعرفوا على طول ان هي previsioni. nel futuro
nei giorni prossimi, nei mesi prossimi, fra 20 anni, عرف على طول ان هي توقعات. Diventerai زيد اي مهنة توقعات, diventerai avvocato, dottore, اي حاجة. سارة زائد صفة, الاول في ايبوتيسي قلنا سارة زائد اي اسم, سارة زائد اي رقم, تمام. لكن هنا سارة زائد صفة, سارة facile, non sarà facile, sarà interessante, sarà زائد اي صفة عرفوا على طول ان هي previsioni. Secondo me, credo che, penso che, دايما بتكون previsioni. اهو بيوفرا حالة الجو, diventerai un bravo avvocato, non sarà facile, sarà زائد صفة, non sarà molto bella, sarà زائد صفة, penso che, credo che, secondo me, تمام. Quando faccio promesse, بوعد, وعود, دايما الجملة هتبتدي بماما, بابا, جدو, تمام, ماما, بابا, نونو, ده دومعني, من بكرة, من بكرة هذاكر, من بكرة هخس, من بكرة هاكل قليل, بوعد, تمام. لما اجي اقول va bene, inizierò a fare la dieta, va bene, da domani studierò. لما اجي اقول برضو hai ragione, عندك حق, hai ragione, farò i compiti, hai ragione, studierò di più, hai ragione, اي حاجة, mangerò di meno, تمام. لما اجي اقول برضو ti prometto, انا بوعدك, ti prometto che non farò tardi, ti prometto che da domani verrò in orario, ti prometto, بوعدك, finirò tutto, هخلص كل شيء, da domani finirò tutto مثلا. او لما اجي اقول كمان non mangerò, مش هاكل, بوعد ان انا مش هاكل, ما وعدكش قوي بس انا بوعدك ان انا مش هاكل, تمام, non mangerò. او لما اجي اقول كمان studierò di più, هذاكر اكتر, هذاكر اكتر, هشتغل اكتر, lavorerò di più, non mangerò, مش هاكل عشان صحتي, تمام. اهو ماما, بابا, اي افراد اسرة اعرف على طول ان هو promesse, studierò di più, finirò tutto, da domani, من بكرة, nonno, mamma, non mangerò, تمام, دي كلها promesse, وعود. chiedo conferma, ان انا بطلب التأكيد من شيء, دايما chiedo, عاوز علامة استفهام, كلهم بياخدوا علامة استفهام الا واحدة بس بتاخد علامة تعجب, هقولها لكم دلوقتي. لما الاقي ما veramente واكمل الجملة والاقي علامة استفهام, او ما sul serio اكمل الجملة وعلامة استفهام, è vero che, او davvero, veramente واكمل الجملة وعلامة استفهام. الوحيدة اللي بتاخد علامة التعجب هي ما داي, ده كل الكلمات اللي تقول chiedo conferma. طب confermo qualcosa, ما فيش علامة استفهام الا واحدة بس اللي بتاخد علامة استفهام, chiaro, الاقي كلمة certo che, ما فيش اي علامة استفهام, ti giuro, dico sul serio, scherzi, الوحيدة اللي بتاخد علامة استفهام هي scherzi. confermo qualcosa, chiaro, واضح, certo che, ti giuro, ان انا بحلف, dico sul serio, scherzi, الوحيدة اللي بتاخد بعلامة استفهام هي scherzi, ما تتلخبطوش وتعملوها chiedo conferma, scherzi دي confermo qualcosa, والباقي كله بياخد علامة تعجب, تمام. quando esprimo gioia o piacere, ان انا فرحانة, تمام, بشعر بالفرحة, che bello, اي حاجة فيها bello او اي حاجة فيها sorpresa, اي حاجة من الحاجات دي اعرفوا ان هي على طول جاية وبيشيرة, che bello, che bella giornata, che bella notizia, خبر حلو, يوم حلو, che bello عامة, che fortuna, حظ حلو. لما اجي اقول che bella sorpresa, مفاجأة جميلة, او ho vinto, حد كسب, حد فاز بحاجة, او لما اجي اقول مثلا ho preso un bel voto, درجة حلوة, ho superato gli esami, عديت الامتحانات, الحاجات دي كلها بشعر بيها بالفرحة. لما اجي اقول ان انا ho organizzato una festa, penso di organizzare una festa a casa mia, حد ممكن يقول لي طب organizzare دي موجودة في بروجيتي, لا خدوا بالكم في بروجيتي بتبقى متصرفة في المستقبل البسيط, هنا مش متصرفة, هنا في المضارع عادي, تمام. ho comprato, comprare, comprare دي موجودة كمان في بروجيكتي, بس بصوا هنا متصرفة في ايه, في الماضي, او ممكن تتصرف في المضارع, لكن في بروجيكتي هتكون متصرفة في المستقبل البسيط, فخدوا بالكم كويس جدا. لما اجي اقول ان انا اشتريت حاجة, دي حاجة بتخليني اشعر بالسعادة,
ho preso un bel voto, اخذت درجه حلوه او سوبراتو الميه يسامي، عديت الامتحانات، دي حاجه بتخليني اشعر بالسعاده، فاستا بتخليني اشعر بالسعاده. طيب quando esprimo rammarico, disappunto, ندم او زعل، مناجة لعنة، مناجة او accidenti او peccato للاسف، peccato او يخسارة، che rabbia، تمام، او che brutta notizia. لما اجي اقول brutto، اي حاجة فيها brutto او brutta، brutta giornata، brutta notizia، brutto voto، اي حاجة فيها brutto وحش بقول rammarico disappunto، ho dimenticato، اي حاجة انا نسيتها، نسيت المفتاح، نسيت الشنطة، او حاجة انا ضيعتها، ho perso، تمام، دي كلها حاجات بتخليني اقول rammarico او disappunto، brutto voto، درجة وحشة، دي حاجة بتزعلني. او لما اجي اقول purtroppo، للأسف، peccato، يا خسارة، rammarico او disappunto، ho perso il mio libro، ضيعت الكتاب بتاعي، purtroppo، للأسف. او لما اجي اقول l'acqua era sporca، اي حاجة موسخة بتخليني اتضايق، لما المدرسة تكون موسخة، لما الحديقة اللي انا بروحها الباسكو سباركو، بتخليني ان انا اكون متضايقة، اي حاجة موسخة فيها سباركا او سباركو بتخليني اتكون rammarico او disappunto. ho dimenticato، ان انا نسيت لي chiavi، la borsa، ان انا نسيت اشحن الموبايل، تمام، هيكون ho dimenticato. طيب per offrire، ان انا بقدم المساعدة، بقدم المساعدة بتاعتي، بقول vuoi una mano، او ممكن اقول posso fare qualcosa per te، ti posso aiutare، اقدر اساعدك، تمام، offrire aiuto، hai bisogno di aiuto، محتاج مساعدة مني، او signor la posso aiutare، خدوا بالكم ان انا بقدم المساعدة، يعني انا بسألك اساعدك ولا لا، يعني لازم يكون في علامة استفهام، تمام، vuoi una mano، posso fare qualcosa per te، ti posso aiutare، hai bisogno di aiuto، ti posso aiutare، signore la posso aiutare، دايما في علامة استفهام، انا بسألك، انا بقدم المساعدة. طيب لما اجي اقول chiedere aiuto، اطلب المساعدة، بقول ايه؟ بطلب المساعدة، mi dai una mano، تساعدني، تقدر تديني ايد، يعني تساعدني، puoi aiutarmi، دايما الضمير المنعكس مي موجود دايما، تقدر تساعدني، chiedere aiuto، انا بطلب المساعدة، بطلبها ليا، puoi darmi una mano، تقدر تديني ايد، تقدر تساعدني، ودايما عندي علامة استفهام. طب لو انا رفضت بقى المساعدة، لا، ان انا قبلت المساعدة، accetto la collaborazione، ان انا بقبل المساعدة، بقول volentieri، بكل سرور. او لما اجي اقول grazie، sei molto gentile، شكرا، انت كتير مهذب. او لما اجي اقول grazie، meno male che sei qui، شكرا، الحمد لله ان انت هنا، دي كلها ان انا accetto collaborazione. طب لو انا رفضتها بقى، بقول ايه؟ rifiuto la collaborazione، بقول purtroppo non puoi aiutarmi، للأسف ما تقدرش تساعدني، او mi dispiace non puoi aiutarmi، للأسف برضو ما تقدرش تساعدني، no grazie non puoi aiutarmi، لا شكرا ما تقدرش تساعدني. وخدوا بالكم ان كلمة ما اهي زي دي، كلمة ما، يعني لو انا قلت grazie sei molto gentile وقفت على كده، يبقى انا accetto la collaborazione، لكن لو انا عندي كومة وعندي ما، لكن شكرا انت كتير مهذب، لكن انا اقدر اعمل لوحدي، في كلمة لكن، يبقى rifiuto، تمام، grazie credi di poter farla da solo، شكرا اعتقد ان انا اقدر اعمل لوحدي. او لما اجي اقول grazie non è niente، شكرا هي ولا حاجة، يعني اقدر اعمل لوحدي، شكرا ولا حاجة. او لما اجي اقول كمان non posso، ما اقدرش، دي كلها حاجات تقولي rifiuto la collaborazione. per chiedere un parere، عشان اطلب الرأي، chiedere علامة استفهام، che ne dici، ايه رأيك، بالشرط ان انا بطلب الرأي عن بلوزة او عن شميز او عن بنطلون او عن فستان، لا، انا ممكن اخد رأيك في مشكلة، ممكن اخد رأيك في حاجة تخصني انا، che ne dici، che pensi di، او che ne pensi di، دي كلها حاجات تعبر عن الرأي، chiedere، sorry، اطلب الرأي، تمام.
طب لما انا اجي بقى اعبر عن رايي مثلا او اسبريمري un parere، ما فيش علامه استفهام. لا trovo molto bella، انا شايفها ان هي حاجه كويسه حلوه. لا trovo molto bella، secondo me، بالنسبه لي، واقول مثلا بالنسبه لي طويله قصيره صغيره، مش منطقي اللي انت بتقوله. a me sembra، يعني انا شايف. a me sembra quel che dici non mi sembra logico، اللي انت بتقوله مش شايفه منطقي. quel che dici non mi sembra logico. او il rosso ti sta meglio، الاحمر احلى عليك او عليكي. تمام، اسبريمر، انا بعبر عن رايي. او ممكن اقول ابليسيمو، جميل، اليجانتي، شيك. تمام، دي كلها كلمات تدل عن ان انا بعبر عن رايي. تي ستا باني، تمام، كريدو كي سيا بليسيمو او بليسيما، بنسو كي سيا لا مودا، انا شايف ان هو على الموضه، ماشي على الموضه. تمام، دي كلها حاجات تعبر بيها عن الراي. بير كيدري، علامه استفهام دايما. ايل بريتسو، في فرق بين ان انا بتكلم عن السعر وان انا بسال عن السعر. بتكلم عن السعر يبقى انا بقول كده عادي، كيدري il prezzo، علامه استفهام. quanto viene او quanto vengono، quant'è، quanto costa او quanto costano، c'è uno sconto، في تخفيض، انا بتكلم بسال عن السعر، في تخفيض يبقى بسال على السعر. costa 10 euro، c'è lo sconto، في تخفيض، c'è uno sconto او c'è lo sconto، الاثنين نفس المعنى. تمام، بتكلم او بسال عن السعر. quando chiedo o parlo del colore، لما انا بتكلم بتحدث او بسال عن اللون. طبعا الفرق بين الاثنين علامه الاستفهام مش اكتر، لكن نفس الكلام. c'è anche in blu او nero او rosso، بقول دايما اللون، اللون لازم يكون موجود. احنا واخدين الالوان وعارفين الالوان كويس جدا. lo preferisco nero، giallo او blu، بفضله اسود اصفر او blu. preferisco la maglietta rossa، بفضل la maglietta rossa. di che colore è، لونه ايه. تمام، يبقى انا كده بتكلم عن اللون او بسأل عن اللون. parlo della taglia، بتكلم عن المقاس. خدوا بالكم كويس جدا بين المقاس بتاع الجزمة والمقاس بتاع التيشيرت عادي. لما اجي اقول un po' stretto، يبقى انا بتكلم عن la taglia، لكن لو انا بتكلم عن الرقم هيقول للنومرو. تمام، طيب avete una 38، هنا بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن مقاس الشوز، عشان لو قال لي في سؤال كان جاي قبل كده لما يقول لي avete una 38، يبقى هو بيقول لي ايه، بيسأل عن la taglia ولا بيسأل عن النومرو delle scarpe. فخدوا بالكم كويس جدا من النقطة دي. che taglia è، مقاسه ايه. è un po' largo، شوية واسع. sono troppo lunghi، طوال شوية او طويل شوية. sono troppo corti، قصيرين شوية. يعني كلها كلمات، كلها صفات تخص المقاس. stretto، lunghi، corti، largo. che taglia è، بسأل عن المقاس. avete una 38، che numero، numero يبقى مقاس الشوز، numero يعني مقاس الشوز. تمام، مش مقاس تيشيرت ولا بنطلون ولا اي حاجة تانية. porto una small، media، large او اكس large. porto una small او porto la s m xl وهكذا. خلصنا المراجعة بتاعتنا. بصوا المراجعة كانت بسيطة جدا، افكار سريعة جدا. انتوا طبعا عارفين كل اللي انا قلته دوت، انتوا عارفينه وحافظينه. تمام، انا بس حبيت اعمل لكم مراجعة سريعة جدا. انا عارفة ان انتوا تقدروا، لان اللغة الايطالية ما افتكرش ان حد ممكن يجيب فيها درجة وحشة، من كتر ما هي سهلة، من كتر ما احنا قعدنا نعيد في الحاجة، من كتر ما احنا بادئين من اول شهر 9، فما افتكرش ان في حاجة ممكن تقف معاكم. اتمنى لكم كل حاجة حلوة، انا واثقة فيكم وعارفة ان انتوا هتجيبوا درجات كويسة، لان انتوا فعلا كلكم شاطرين. ربنا معاكم يا رب، وطمنوني اول ما تخلصوا الامتحان.